السلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم إلى معرض الصحافة، نقدمه لكم مباشرة من استديوهات الشروق الإخبارية. وفي الصفحة الأولى من يومية الشروق تطالعون، حيث عادت اليومية مشاهدينا إلى اتفاق باريس وكيف ردت حماس عليها. في عناوين أخرى، لا مقاومة ولا ممهلات، الرقمنة تشق طريقها بقوة، تنظيم دقيق للمحافظة السامية للرقمنة، وتقارير دورية قطاعية على الطاولة. وهكذا تتم مراقبة أداء المشاريع القطاعية. على رأس صفحتي الأولى تطالعون الحصانة والأجور والسفريات أولويات النواب. تطالعون في عنوان آخر، الجزائر ملتزمة بالتنمية وإنهاء الاستعمار في إفريقيا. في التفاصيل اخترنا لكم هذا المقال وتطالعون فيه ما يلي. الجزائر ملتزمة بالتنمية وإنهاء الاستعمار في إفريقيا. أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأربعاء أن الجزائر ستسعى خلال توليها الرئاسة الدورية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وبأقصى قدر من روح المسؤولية بالالتزام لتمكين هذه الآلية من المساهمة بفعالية في العمل القاري لتحقيق السلام والاستقرار واستكمال مسار إنهاء الاستعمار في إفريقيا. وخلال اجتماع نظم عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، أبرز رئيس الجمهورية في كلمة له بمناسبة تسلمه رئاسة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء أن الجزائر كان لها دور إلى جانب جنوب إفريقيا والسنغال ونيجيريا دورا رائدا في تصميم وتنفيذ مبادرة نيباد التي ولدت من رحمها الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. تفاصيل أكثر مشاهدينا في الصفحة الثالثة من يومية الشروق. يأتيكم في ذات الصفحة مقال آخر، بن حمود رئيسا مديرا عاما جديدا للجوية الجزائرية. حيث عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأربعاء حمزة بن حمود رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، خلفا لياسين بن سليمان حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. تفاصيل أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع في يومية الشروق. اخترنا لكم أيضا مشاهدينا الصفحة الأولى من يومية المساء، ويمكنكم الاطلاع على هذه العناوين الرئيسة في صفحتها الأولى، الآلية الإفريقية الرئيس تبون رئيسا لمنتدى الرؤساء، استكمال مسار إنهاء الاستعمار في ربوع قارتنا الإفريقية، متابعة عملية التجديد لتحفيز التحول الإيجابي للآلية لدعم تقرير المصير، والجزائر آمنت دائما بقيم ومبادئ وأهداف الآلية الإفريقية في عناوين هامشية. إعلان الجزائر سيتوج القمة السابعة للدول المصدرة للغاز. وعلى رأس صفحة الأولى، الجزائر حاملة راية إفريقيا في اللجنة الأممية لبناء السلام. تطالعون في عناوين أخرى، بطاقة الشفاء لمرضى السرطان بشهادة طبية فقط، وتفاصيل الموضوع في الصفحة الرابعة، الفريق أول شنغريحة يعاين أنظمة الاتصالات وصيانة الطائرات بالسعودية، والتفاصيل في صفحتها الثالثة. أسفل الصفحة الأولى مشاهدينا، إطلاق المنصة الرقمية للاستثمارات اليوم، ويوسف عطال يتحدى إدارة نادي نيس في شأن رياضي، والتفاصيل في صفحتها الثانية عشر. اخترنا لكم مشاهدينا هذا المقال من يومية المساء، وجاء فيها تعهد الرئيس تبون في الاجتماع المخصص لهذا المنتدى عبر تقنية التحاضر عن بعد بالمضي قدما بقوة والتزام بالإنجازات والمكاسب التي تم تسجيلها، وذلك في إطار إيمان الجزائر بصفتها إحدى الدول المؤسسة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بتوسيع ولاية ومهام الآلية لتشمل رصد وتقييم الأجندة الإفريقية 2063 وخطة المستدامة لعام 2030 لتحقيق أهداف التنمية والحكم الرشيد في قارتنا. تفاصيل أكثر ضمن يومية المساء. اخترنا لكم أيضا مشاهدينا الصفحة الأولى من يومية الخبر، وتطالعون فيها، صفقة الهدنة، غزة لن تنكسر. وفي عناوين أخرى مشاهدينا،
على لسان رئيس الجمهورية إفريقيا تواجه تحديات الانقلابات العسكرية. الجزائر وطهران في خندق واحد مع شعوب القضايا العادلة ونتعاون بشكل وثيق مع الجزائر، هذا ما أكدته السفيرة الأمريكية بالجزائر ليومية الخبر. وتطالعون أسفل الصفحة الأولى، حرص جزائري على حماية المساجد من تغلغل المتطرفين. اخترنا لكم أيضا مشاهدينا افتتاحية يومية الموعد وجاء فيها ما يلي: رئيس تبون يؤكد سعي الجزائر لتمكين هذه الآلية من المساهمة بفعالية في العمل الإفريقي، وجاء هذا بمناسبة تسلمه رئاسة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. وتطالعون أيضا مشاهدينا: مجازر ساقية سيدي يوسف شاهدة على تلاحم الشعبين الجزائري والتونسي. وأسفل الصفحة الأولى: نجدد الشكر والامتنان للدور الدبلوماسي الجزائري الفعال، هذا ما أكده يوسف حمدان ممثل حركة حماس بالجزائر. اخترنا لكم مشاهدين هذا المقال الذي يأتيكم ضمن يومية الموعد: الجزائر بلد منتج ومصدر للإسمنت بفضل تعزيزه وتقويته للاستثمار الصناعي. حيث قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون أن الجزائر كانت منذ 3 إلى 4 سنوات بلدا مستوردا للإسمنت، وها هي اليوم وبكل فخر واعتزاز بلد منتج ومصدر لهذه المادة بفضل تعزيزها وتقويتها للاستثمار الصناعي. وأكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون بجلفة أن مصنع الإسمنت بعين الإبل سيساهم في تعزيز قدرات الجزائر الإنتاجية من هذه المادة لدى دخوله حيز الخدمة ولدى معاينته لمشروع مصنع الإسمنت المتوقف عن الإنجاز منذ سنة 2019 خلال زيارة عمل للولاية. شدد الوزير على ضرورة الإسراع في العمل لجرد كل التجهيزات والمرافق بهذا المصنع. تفاصيل أكثر مشاهدينا ضمن يومية الموعد. افتتاحية أخبار اليوم تأتيكم بهذه العناوين: نسعى للاستقرار والازدهار وإنهاء الاستعمار، وتبون يتولى رئاسة منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. وتطالعون في شأن دولي: هذا ما تريده المقاومة في غزة. وحماس تطالب بالانسحاب الكامل للصهاينة وإعادة إعمار القطاع. تطالعون أيضا: الرئيس يعين بن حمودة مديرا جديدا للخطوط الجوية الجزائرية نحو تحديد هوامش ربح البقوليات واللحوم، وشنغريحة يزور شركتين سعوديتين. تطالعون أسفل الصفحة الأولى مشاهدينا: 66 سنة على أحداث سقية سيدي يوسف رمز للنضال المشترك بين الجزائر وتونس. وتطالعون أيضا مشاهدين: أمنيا توقيف إرهابي و55 تاجر مخدرات في حاصلة عملية. تطالعون مشاهدين في تفاصيل يومية أخبار اليوم هذا المقال الذي اخترناه لكم: 2023 طنا حصة الجزائر من التونة الحمراء. حيث أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عن قيمة حصة الجزائر من التونة الحمراء هذه السنة، والتي تقدر ب 2023 طنا، من بينها 1800 طن سيتم توجيهها للتسمين في مشروع وطني هو الأول من نوعه، حيث يهدف إلى زيادة كمية الإنتاج وتحقيق أرباح إضافية كما هو الشأن في الكثير من الدول. وذكر الوزير أحمد بداني في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة حول الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات 2024 المزمع تنظيمه بوهران من 8 إلى 11 فبراير 2024، أن هذه الكمية سيتم اصطيادها من قبل أكثر من 32 سفينة خاصة بالصيد في أعالي البحار، من بينها سفن ذات صناعة محلية، حيث توجد أكثر من 12 سفينة في طور الإنجاز، مشيرا إلى أن الكمية التي ستوجه للتسمين سيتكفل بها متعامل وطني سيحاول توفير التقنيات اللازمة لذلك، باعتبار أن المشروع يحتاج إلى دعم كبير خصوصا مدخلات الإنتاج
أو ما يعرف بغذاء أسماك التونة التي تقتات على السردين والأسماك الصغيرة. نصل بكم مشاهدينا لصحافة العربية، واخترنا لكم الصفحة الأولى من القدس العربية. وتقول نتنياهو يرفض شروط حماس بشأن اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى. وعناوين أخرى مشاهدينا، أمريكا تستهدف كتائب حزب الله في بغداد، وعناوين أخرى ضمن هذه الافتتاحية. وبهذا نصل مشاهدينا لختام عدد اليوم من معرض الصحافة، على أن ألقاكم الأسبوع المقبل في أمان الله. صباحك سعيد من جديد مريم. صباحك أسعد فريال. أهلا. يلا حديثنا لها اليوم مهم جدا. بزاف ناس يعانيوا من فقر الدم، ولا كما نعيطوا لها احنا بالعامية لانيمي. نعم. يلا وشنو هو فقر الدم؟ وشنو هو فقر الدم؟ باش لازم نعرفوا بلي الدم تاعنا يتكون من كريات دموية بيضاء من الصفائح اللي نسموهم لي بلاكيت، وكريات الدم الحمراء. كريات الدم البيضاء هذيك اللي عندها علاقة كيما نقولوا عندها علاقة مع المناعة تاعنا. لي بلاكيت اللي يحافظوا على تخثر الدم في الكار في حالة تاع النزيف، كريات الدم الحمراء هي اللي عندها علاقة بلانيمي. لازم نعرفوا بلي هاد الكريات تاع الدم وشنو هي الخدمة تاعهم. هما ينقلوا الأكسجين للأعضاء تاع الجسم تاعنا باش يقوموا بالمهام تاعهم. دونك خلل على مستوى هاد الكريات يسبب بلانيمي. لا وكيفاش حتى يلحق هاد الكريات يصرى لهم خلل؟ عندنا عدة أسباب، وعندنا عدة عوامل، وعندنا بزاف. نبداو بالعامل اللي ما حش نركزوا عليه اليوم، ولا بالسبب اللي حش نركزوا عليه، كل ما هو وراثي، ومن بعد ندخلوا في الانيميا الاكثر شيوعا في المجتمع. في المجتمع تاعنا. يلا قبل ما نتعرفوا على الاسباب، شكون هي الفئات المعنيه بالانيميا والاكثر عرضه للانيميا؟ جميع الفئات معنيه. نشوفوا بلي كاين دراري صغار دي بيبي، وطلع حتى لي بيرسون اجي. كل واحد وشنو هما الاسباب ولا العوامل اللي يكون معرض ليهم باش يحتحكموا هذه لانيون. ولازم نعرفوا بلي لانيمي تقدر تكون عرض ماشي مرض ثاني. تقدر تكون هي راهي تبين راهي مخبيتنا، ولا راهي ناتجه على امراض اللي حنا ما راناش فايقين بها وسببت لنا الانيمي. نعم. اذا دائما ما نربطوا الانيميا بنقص الحديد في الدم. هذا هو السبب الوحيد؟ اكيد لا، اكيد ماشي هذا هو السبب الوحيد. هذا واحد من ابرز الاسباب. ماشي النسبه الكبيره تاع الناس اللي مصابين بالانيمي يكون بسبب نقص في الحديد ونقص في الفيتامين بي 2. علاش الحديد؟ واش لازم نعرفوا باللي الدم هذه كريات الدم الحمراء تحتوي على بروتين هيموغلوبين اللي يعرفوه كامل الناس. الهيموغلوبين ديروه كاع في التحليل تاع الدم باش به نعرفوا الانيمي. الهيمو هذيك مكونه من ذره حديد. دونك التكوين تاع الهيموغلوبين اللي هو راه ينقل الاكسجين للاعضاء من الحديد. دونك كي ينقص الحديد لا فورماسيون تاع لا غلوبول روج تاعنا وعمليه نقل الاكسجين ما توليش تصرى، ومنه نتعرضوا للانيميا. اكيد وماشي غير الحديد، الناس يهملوا البي 2، يهملوا البناف، هذوك ثاني عندهم علاقه. ولازم نعرفوا باللي كريه الدم الحمراء عندها ان سيكل دو في، راهي تتجدد، دوره حياه فوالا، عندها دوره حياه تعيش حتى نقولوا 100 حتى 120 يوم، ومن بعد يصرى لها تجديد. دونك يكون عندي نقص ولا خلل في هذه الفيتامينات الاساسيه راح نعاني من ما يسمى بلانيمي. نعم. يلا نتعرفوا على الاسباب مباشره. وشنو هما اسباب الاصابه بالانيميا؟ نتعرفوا الاسباب. شوفي كاين ما يسمى بالعامل الوراثي. علاش نصيبوا دي بيبي دي زونفون صغار وعندهم الانيمي؟ نعم، لانه هذا يكون مشكل وراثي. مشكل وراثي يعني راهم عندهم دي زونتيسيدون في لافامي تاعهم اللي يعانيو من الانيمي، ما عندهاش علاقه بالتغذيه ولا بالحديد. ولا يقدر يكون النخاع العظمي تاعهم اللي على المستوى تاعو ينتجوا هذوما الكوريس من الوزين تاع الكريات الدم الحمراء يكون فيها بروبليم. سواء هذاك النخاع ما راهوش ينتج كميه كافيه، نصيبو دائما الهيموغلوبين هابط ولا فورم تاع الكريه الحمراء الي نورمال، مي دائما الهيموغلوبين هابط. علاش؟ ما راهوش ينتج يعني النخاع العظمي واش ينتج الكميه الكافيه. هذا المشكل الاول. الاول. نعم. قبل التطرق للمشكل الثاني والسبب الثاني، خلونا نستقبل مكالمه هاتفيه من تيار. صباح الخير. نعم صباح الخير. ماتي. مرحبا بك. واش راكم لاباس؟ صحتكم لا؟ بألف خير. وانتم واش راكم؟ الحمد لله لاباس. لاباس الحمد لله. نشكر طبيبه بزاف على هذا الموضوع وعلى الحصص تاعكم ديروا فيهم. ولا تعيشي. عندي سؤال طبيبه برك. تفضلي.
صباح الخير طبيبة. صباح النور. واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانتوما؟ الحمد لله والله غير لاباس. الحمد لله. شوفي انا عندي وليدي عنده فقر الدم. ايه شحال؟ يا من الاولى عالجتو براه نورمال، ومن بعد كيما راكي تقولي دروك نسمع فيك ماشي من الماكله، الماكله ياكل عادي، ياكل نورمال، ياكل البروتين، ياكل كل شيء زعما. شحال في عمره؟ عنده تقريبا 10 سنين. 10 سنين. ايه ودروك المشكل اللي راه فيه انه راه يرعف بزاف ويدوخ. صح. عنده شغل يرعف، ماشي غير في الصيف ولا كيما نقولوا حنا سخانه ولا هو يرعف بارتو، كل خطره يرعف، ويرعف من جهه واحده. هذا المشكل راه مقلقني بزاف، اسكن من فقر الدم مانيش عارفه. درتي له ولا فناس؟ مازال شغل قاسي ديال المده، هو وقت فات كان يرعف لي، ومن بعد ما كنتش على بالي باللي زعما عنده في الانيمي وكاع، عاد ضربه كي عاد يرعب بزاف، شغل مخوفني هاي المده بزاف. واليوم الصباح راني زدت شفت الموضوع تاعك، شغل عجبني بزاف، كنت نتصل بك واش تقولي لي. يعطيك الصحه، شكرا على هذا التفاعل الصباحي. قادم معنا فيكم احسنعي الاجابه، شكرا لك. اذا كاين علاقه ما كانش مريم؟ بالنسبه اكيد كاين علاقه، يقدر يكون المشكل تاع الانيميا تاعو، يقدر يكون عنده مشكل مناعه ذاتيه بيسك ولات له، وبيسك راهي تقول ياكل تسمى ماشي مشكل تاع تغذيه، وكانت عنده ولات يقدر يكون عنده مشكل داخلي اللي راهو يسبب له هذه الانيمي. هي باش تعرف لازم الحاجه الاولى الطفل تاعها يدير لافانس ويدير الفروتي سونغا باش نشوفوا الكري لا فورم تاع الكريات تاعو كيفاش راهم، باش نقدروا نحددوا واش من نوع تاع الانيميا عنده، اذا راهي وراثيه، الا مشكل في الشكل تاع الكريات الدمويه الحمراء باش نعرفوا ولا في انتاج هذا الكريات كما سبق واشرت. لا راهي في الاول وراهي فوالا، لا مشكل تاع في النخاع العظمي، ولا عنده مشكل داخلي، يعني دوك حنا نهضروا ميم البروبليم ديجيستيف يكونوا عندهم علاقه بالانيمي. دوك يقدر يكون عنده مشكل داخلي ولا نزيف داخلي اللي راهو يسبب له الانيمي ويسبب له هذه الاعراض. دونك لازم وصغير في السن تاعو 10 سنين فوالا، دونك نعم. لازم يشخص. قالت لك يعني عاده ما عنده نزيف من الانف، عنده علاقه جوستومون يقدر يكون بون حنا مانيش حابين نتوقع فوالا يعني. نتوقع فيس بزاف نيجاتيف، مي كي يكون هكذا يرعف يقدر يكون عنده مشكل في لاكواغولاسيون، في تخثر الدم، يعني يكون عنده مشكل في الدم ديالو على مستوى الكريات. لازم تشخص باش تعرف اكزاكتومون راهو البروبليم، ما يقدرش يكون انيمي سامبل، يعني لازم تبحث، لازم تروح تقوم بالتحاليل، لازم ما يقعدش تخلي يرعف هكذا. اكيد لازم نعم. تروح عند سبيسياليست تاع يعني مختص. نعم فوالا مختص في يعني نقولها انها تبتعد عند الطبيب العام اللي ربما مش مختص في هذا المجال، لانها قالت لك انا عالجت هذا ديجا وعاودت ولات فوالا، دونك المشكل ما راهوش خارجي. نعم ما اكيد حيكون مشكل داخلي باش نعرفوه بالضبط وشنو. نعم. لازم نشخصوا تقدر الانيميا تكون مزمنه يعني ترافق الشخص حياته كامل، اكيد تكون يعني وراثيه ولا تكون مناعه ذاتيه من المناعه الذاتيه الاجسام المضاده تاعنا يا طاكي والجروبيل تاعنا. نعم دونك نعم يلا نستقبلوا ثاني مكالمه هاتفيه من بعد نطرقوا للموضوع بالتفصيل لانه هناك الكثير ما يقال. اذا صباح الخير. صباح النور. صباح الخير عليكم ان شاء الله. واش رايكي كيفاش صباحتوا بالنسبه لنا؟ راكم نتوما عنابه؟ الحمد لله. صباح الخير. الحمد لله. كي دكتوره لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانتوما؟ ربي يهنيك ان شاء الله. الحمد لله امين. تعيشي. اذا عندك سؤال؟ على سؤال هذا فقر الدم. دونك انا عندي شيخ كبير وكان عنده هكا شويه فقر الدم، وقال لي الطبيب ديما ديري له البيدود. ديما يضرب هذيك الابره اللي ما تعطيها لهش يشربها، ما ديرلهش اسهال، ديما يضرب هذيك الابره يومين ويضربها. بصح ساعات هاد الايامات تحكموا كي شغل الدوخه يكون متكي كي يجي نوض من الفراش نتاعه، وتحكموا هكا كي شغل دوار. بغيت نسال هل العلاقه بفقر الدم واعراضها يعني ولا خاطئ؟ مازال يدير الانجكسيون تاع البيدوز؟ مازال كل شحال؟ كل يومين، يومين ويدير نهار ويقعد يومين ويدير نهار الاخر. ولي زاناليز الخطر الاخر اللي دارهم تاع الافانس شحال عندهم؟ واحد شهرين. وتاع ويدير تاع الفيغيتين يديرهم تاني ولا يدير غير تاع البيدوز؟ اه يدير غير بيدوز، بصح يعطيه دي فيتامين، يعطيه دي فيتامين خلاص. الدوخة هذه يعني الدوخة هذه عندها واحد 3 أيام و40 أكيد تكون عندها علاقة. شكرا. بغيت نسألو حتى الأعراض يعني كاش ما كاين أعراض ولا تخرج تما أكيد ظهور أعراض. أكيد في الأعراض أكيد. شكرا شكرا على هذا التفاعل الصباحي، يعطيك الصحة والشفاء العاجل إن شاء الله. يسعدك.
يسلمك. شكرا لك. اذا نجاوبوا عليها من بعد نروحوا مباشره بالنسبه لها قالت لك كبير في السن، دونك سي نورمال يكون عنده نقص في البيدوز في الحديد، لكن هي كي هضرت قالت لك راني نديروا انجكسيون تاع البيدوز، مي لازم تاني نفيريفيو الحديد شحال راهو والمخزون تاع الحديد، لا فيغيتي ماشي غير لو فيغ ماشي غير الحديد، نشوفوا الا مام هذاك المخزون ونسبه له كميه الحديد في الدم تاعنا راهي كافيه، لانه الدوخه من الاعراض تاع الانيميا. دونك لازم يدير لافانس تاعو ويشوف الحديد شحال راه، البيدوس شحال راه، البي ان اف شحال راه، ولا فيغيتين شحال راهي. هادو في اربعه، الا كانوا هادو كاع ملاح تما راهي غيقلو، واحد منهم ناقص مام راهو يدير البيدوز ما يكفيش. أكيد. مشاهدينا فقط بالنسبة للمكالمات الهاتفية والتفاعل معنا، أهلا وسهلا بكل المكالمات، لكن أجلوها فقط لاحقا خلال هذه الفقرة، هكذا على الأقل فصلوا في المواضيع. تصلون الكثير من التعليقات أسفل الفيديوهات والناس يحبوا التفاصيل، لأنه هذه المواضيع تهم كامل الناس لم يتابعوا فينا. نفتح المجال لمكالمة هاتفية أو اثنين لكن لاحقا. يلا الآن فصلوا في الأسباب، تعرفنا على السبب الأول والمتعلق بإنتاج هذا الكريات الحمراء. قلنا المشكل يقدر يكون وراثي ولا مشكل على مستوى مناعي، يعني المناعة الذاتية تاعنا هي اللي راهي تحارب هذوك الكريات الدم اللي هما سليمة تاع الجسم تاعنا. مشكل وراثي قلنا كاين سيغتو سيبو عند الأطفال، الانتاج تاع الكريات الدمويه الحمراء تاعهم ما يخرجوش بالشكل العادي الدائري هذاك، وين ما يقدروش يكون معروفه بالانيميا المنجليه، يعني الشكل تكون على شكل منجل، وين ما يقدروش هذيك بهذيك لا فورم ما تقدرش دير لي زاكتيفيتي تاعها، ما تقدرش تقوم بالمهام تاعها. انيميا مزمنه هذه يعانيوا منها الاطفال يعني من اللي يزيدوا يبداهم في التشخيص يبداهم الاعراض. تفضلي فريال. صحيح، للاسف احيانا بالك نروح نسمع بمولود يعني حديث الولاده يكون عنده 6 شهور 7 شهور يكون يبدا وحتى نسمعوا عنده الانيميا فوالا يبداو اعراض. هادو يكونوا مشاكل وراثيه، ولكن جينيرالمون تسيبي لا فامي تاعو العائله تاعو اللي ديجا بريباري شغل يعرفوا يتعايشوا معاه سغمو عندهم ديجا في لا فامي عندهم من قبل في العائله. ولكن دوك الناس يقول لك انا كيفاش نفرق بين هادوما الانيمي كرونيك اللي تكون هكا مشكل يعني كبير، ولا الانيمي هذه تاع الحديد والبيدوز اللي راح دوك نزيدوا نفصلوا فيها اكثر. نقول لهم باللي هذا النوع تاع الانيمي اللي نتكلم عليه وين يكون كاين تكسير الكريات الدم الحمراء ولا يكون الشكل تاعها ماشي عادي ولا عندها اعراض زياده على الاعراض اللي نعرفوهم حنا دوك نزيدو نذكروهم تاع الانيمي نورمال هذيك اللي تجي لكامل الناس. كيما الانيمي المنجليه يخرجوا لهم دي بلاك بلو في الكور تاعهم، هذوك لي بلاك سي با نورمال. الانيمي الاخرى كي تكون نقص في الحديد ولا في البيدوز ما تمش هكاك دي بلاك. الناس اللي يكونوا عندهم تكسر في التكسير الكريه الدم الحمراء اكرمكم الله على مستوى البول تاعهم يكون كاين تغيرات، دونك هذه عرض زياده على الاعراض اللي نعرفوهم كامل. دونك هنايا أليخت الواحد نعم. يزيد يروح يتعمق اكثر في اكيد. قبل ما نفصلوا اكثر في الاعراض حبيت نتطرق ايضا للاسباب اكثر. اذا تعرفنا على سببين الوراثي والسبب ايضا في يعني مشكل انتاج هذه الكريات الحمراء بحد ذاتها، هناك اسباب اخرى؟ اكيد هناك اسباب اخرى. دوكا نروحوا للاسباب اللي متعلقه بكل ما هو بيدوز وحديد. نعم. دونك السبب الثالث اللي معروف هو التغذيه، نقص في التغذيه كيما نمدوش للكور تاعنا وشحال يسحق الكميه تاع الحديد والكميه تاع البيدوز لا فيتامين سي دوك نهضروا عليهم، هادو كامل المغذيات اللي تسحقهم للبون فونكسيونمون تاع الكريات الدم الحمراء تاعنا راح يكون عندنا يسبب لنا الانيمي. هذا ساهل، شغل مشكل خارجي نقدروا نرقليوه، ما نعاودوا نسقموا التغذيه تاعنا نديروا كيما قالت اللي تصلت حوقا ولا يتريقلا نعاودوا نولوا ازيرو. كاين ناس هنا نطرقوا المشكل واحد اخر، يسيبوا نقص في الحديد نقص في البيدوز، ياخذوا الحديد ياخذوا البيدوز ويقعد لهم توجو بروبليم دانيمي. هنايا كاين هذا الجانب اللي يغفلوا عليه بعض الناس، الجهاز الهضمي، مشاكل الجهاز الهضمي تاثر سيغتو على الحديد. الحديد بزاف سونسيبل شغل مفشش، الحديد لازم له بزاف دي كونديسيون باش يجوز باش يكون الامتصاص تاعو سليم. نعم الحجر صحيح فوالا امتصاص سليم صحيح. الحاجه الاولى لازم نعرفوا بلي الحديد يتفكك باش يولي جزيئه صغيره اللي يمتصها الدم. دونك باش يتفكك هذا الحديد واش لازم له؟ الحموضه تاع المعده ما تكونش منخفضه، لازم الحموضه تكون طبيعيه. هذا المشكل الاول، والناس اللي يكونوا عندهم مشاكل هضم دائما يكون عندهم بروبليم تاع الحموضه، دونك هذاك الحديد تاعهم ما راحش يتفكك وما راحش يمتص. الحاجه الثانيه، الحديد كي ناخذوه ما لازمش يكون مع الكالسيوم،
دونك ماشي انا نشرب الحليب ونشرب موراه لومبول تاعي تاع لو فيغ ونستناك يتمد لي ريزولتا. لا لا، يقول لك الحديد دائما كي نشرب انا لومبول تاعي تاع الفيغ زو سوايع، هذيك سوا زو سوايع مول الماكله ولا زو سوايع قبل الماكله، نيفيتي نلاقيها مع الكالسيوم. نلاقيها مع الكالسيوم نيفيتي نلاقيها مع كلش. نعم، لكن يقول لك ايضا كاين معلومه تقول لك بلي الحليب الحديد نشربه مع الفيتامين سي باش يمتص. لا، هذه باش نقوي فوالا الفيتامين سي، البوتاسيوم، الزنك، هذوما المعادن مهمه جدا وتعاون على امتصاص الحديد. دونك وي كي نشربوا نقدروا كي ناخذوا لومبول تاعنا هذيك تاع الحديد نزيدوا لها الكاس تاع فيه معصور فيه كقارص بالماء، ولا كيما كل واحد كيفاش يقدر يشرب ناتشورال ماشي إيه جو تاع التشين ولا تاع القارص ما عنده حتى علاقه. هذيك وي تما رانا نعززوا ورانا نساعدوا في الفيتامين دي باش تمتص، هذه وي. لكن نيفيتي وكل ما هو كالسيوم نيفيتي والماكله كاع زو سوايع افون ولا زو سوايع ابخي الحديد يتاخذ وحده. كاين ناس اللي يديروا هكذايا اونكور ما عندهمش نتيجه، علاه؟ هنا نبداو نخمو في كل ما هو لي مالادي كرونيك تاع الكولون، المرضى السيلياك مثلا اللي يكون عندهم مشكل في الفيلوزيتي تاعهم، هذوك وين الشعيرات اللي تمتص، دونك يديروا كلش من الشعيرات ما كاش امتصاص، ما كاش امتصاص. كاين بزاف ناس اللي على بلانيمي فاقوا لهاد المرضى دو كرون، المرضى السيلياك فاقوا لهم بلانيمي، كي يروح يديروا لا فيبغ ولا كولوسكوبي سي بو بلي لي فيلوزيتي تاعهم كاع مرحيين ما كاش. دونك هنا تولي لانيمي عرض ماشي مرض. الناس اللي وسوا ايضا تكميم المعده كاين نشوفوها ترند، هادو ايضا تقدر تكون عندهم انيميا وحنا على بالنا انه امتصاص بعض المعادن والفيتامينات يكون ناقص عندهم. يقدر اكيد هاد هما ديجا التغذيه تاعهم تنقص بزاف، ما يولوش قادرين ياكلوا بيان ديجا، ما يقدروش يزودوا، لازم يتابعوا حميه غذائيه ويمشوا فريمون عليها باش ما يطيحوش في لي كارونس تاع لي فيتامين. دونك اكيد تكميم المعده عنده دي كونسيكونس، عنده فيس بوزيتيف عنده فيس نيجاتيف، دونك باغمي لي كونسيكونس اكيد يقدروا يتعرضوا للانيميا، لازم يكونوا فريمون برودون ويتبعوا هذاك لو بون ريجيم اليمونتير تاعهم. اكيد. اذا الحمل ايضا يقدر يكون من اسباب الانيميا، الاصابه بالانيميا. الحمل معروف انه المراه الحامل جهه الانيميا، علاش؟ التغيرات الفيزيولوجيه اللي يطرأوا على المراه الحامل راح يسببوا لها اصلا يكونوا عندها مشاكل هضميه، ليس كذلك؟ مشاكل هضميه هذه دون با دي نوتر، ميم بدون مشاكل هضميه حيكون عندها نقص في الحديد والفيتامين او الفيتامين بي 12. ومهي علاش مهم جدا هي دير تحليل هذاك تاعها تاع الفيغ تاع لا فيغيتين، بس كاين ساكي ما يحسوش دي فوا ما يجوكش الاعراض، يا وعندك هذيك لا كارونس مي الكور تاعك مازال قادر يقاومها فوالا، ماشي حتى تبدا يدوخي اكسيتيرا. دونك تقول لك دونك ما عنديش الاعراض اون ليس طومبي خلي، الوغ كو هادي حاجه غلطه. علاه؟ لازم نعرفوا بلي هذاك النقص تاع الحديد ويأثر ثاني على البيبي، يقدر يخلق بتشوهات. علاه؟ بس كان عندها نقص في الحديد وما فقتلوش ولا ما عالجاتوش. هي جينيرالمون لي جينيكولوج كامل يمدوا لافاناس ويتبعوا حاجه كيما هادي، ولكن معليش حنا نزيدوا ننبهوهم في هذا الجانب. اكيد. يلا نروحوا للاعراض، لكن قبل ذلك نستقبلوا مكالمه هاتفيه. مريم صباح الخير. الو صباح النور. نعم مرحبا بك معنا. يسلمك مدام تعيش. تعيشي، تحية الناس عين دفلة. عندك سؤال في الموضوع؟ ايه عندي. يلا يتسمع فيك الدكتورة. صباح الخير طبيبة. صباح الخير. تفضلي. الحمد لله. صباح النور وش أخبارك؟ الحمد لله وأنتوما؟ الحمد لله. الحمد لله، تفضلي. نعم. طبيبة أنا عندي فقر الدم توجور. ايه. حبيت أنفيت ولا ما أنفيت؟ نعم. نعم. أنفيت يحكمني فقر الدم. ايه كي تكوني بالحمل. نعم. ايه ومام حتى زيد ولا ولادي يبقاو كبار ولا منين نروح للطبيبه تقولي عندك فقر الدم. انا دائما تعاني منه، ورحتي درتي شخصتي باش تعرفي السبب، درتي افانس على ما اسكو حوستي مورا هذا فقر الدم ولا لا؟ لا لا لا، انا كي نروح عند الطبيبه تسمح لي دواء كاشيات من فيتامينات، من بعد تسمى في ديك الفتره نكون مليحه، أم بعد نعاود نحبس الدواء نعاود نولي كيما كنت. نعم، اقعدي معنا راح نجاوب على السؤال تاعك. الشفاء العاجل ان شاء الله وبداية يوم موفقة. صح ان شاء الله. تعيشي. يلا مريم. بالنسبة لهذه المتصلة كيما كنا نهضروا سي باغمي الأسباب، يقدر يكون عندها مشكل داخلي هو اللي غير تمد لي فيتامين سافا بعد تحبسهم اوب. نعم يقدر هذا لا غوشوت. لا نقدر نربطوها هدايا بمشكل تاع امتصاص، يقدر يكون فوغ بوسيبل يكون عندها مشكل تاع امتصاص، دونك لازم تاني تشوف
كوتي غاستخولوجيك، بالك عندها مشكل تاع امتصاص. ولازم نعرفوا ثاني باللي النزيف، ما سبب نزيف؟ من بين الاسباب الخارجيه كي يصرى لي نزيف راح تجيني يونانيمي. من الناس يغفلوا على النزيف الداخلي، تقدر تكون عندك قرحه معده راهي نزيف داخلي خفيف، راهي بسببها ما راهوش كاين امتصاص، ما راهوش هذوك برك لي ليكوباكتير لجرثومه المعده كي تكون عندك من بين الاسباب اللي تخلي تكون عندك لانيمي. حنا هادو فايس نغفلوا عليهم. دونك الغاسترو، نقول للمشاهدين كوتي غاستخولوجيك لازم تخمو فيه كي تكون عندكم لانيمي هكا وتروح وتولي ما تروحش مال غرينينا كل غير نحبس تخاتمو تولي سي با نورمال. نعم، اذا الشفاء العاجل الكامل للمرضى اللي يتابعوا فينا. الاعراض في اقل من 5 دقائق مريم. الاعراض شوفي احنا نعاود نديرهم تي ريزومي. دونك الاكسجين ما يوشي الحق للاعضاء، دونك الاكسجين ما يلحقش للقلب، القلب يبدا يخبط بزاف. الاكسجين ما يلحقش لي بومو، تولي عندي دي تريس ريسبيراتوار، نطلع شويه دروج نولي ما نقدرش نريسبيري. البصيلات الشعر، من بعد ثاني الحديد، عندي نقص في الحديد، الحديد هذاك اللي يبقى لي يبدا الجسم تاعني يبعثو كاع للدم، دونك ما يلحقش لثاني الاعضاء الاخرى، يبدا يطيح شعري. الاظافر سيبت فارتيه يتكسروا، البروده ثاني يديهم باردين، الفشله بيان سور العيا هذاك والفشله دائما نحسوا بلي موندغ ايفور يعينا. الدخان، الاكسجين ما يطلعش ايضا، اكيد قله التركيز، هادو هما البروبليم اللي عندهم علاقه بالدماغ، قله التركيز، الدوار، علاش الاكسجين ما يمشي يطلع لي للمخ، عندي موك دوكسيجين الكريات ما يمشي يلحقوا لي. دونك الاعضاء هادوما كامل راح يتاثروا، علاش؟ بسبب نقص الاكسجين اللي ما راهوش يلحق. دونك كيما قلنا ضعف التركيز، الدوار، لي بالبيتاسيون هادوما، ضربات القلب، المهم التنفس، صعوبه في التنفس، ومن بعد يلحقوا وين موان دغيفور لانيمي كي تبدا تزيد، المينيموم تمشي شويه تعيا، تعيا شي درجه تعيا، تما سي بون فو فريمون تريتي باسكو واش كاين دي كومبليكاسيون تاع الانيمي. كاين اللي يلحقوا الناس داروا مام جلطات تاع القلب، غير تالما القلب تاعهم راه يخبط يخبط، اسيغتي مامو كيكونوا كبار في السن. كاين ثاني الناس بداو يعانيوا مشكل على مستوى الكلى، النقص في الحديد، النقص في المعادن، هادو ما سي امبورطون، ماشي غير الدم، الجسم تاعنا كاع يسحق كامل. نعم اكيد، شكرا جزيلا الشكر لك مريم. الجزء الثاني من فقره عيش بيو عيش صحي مع مريم حمران دكتوره صيدلانيه، ترافقنا من خلال هذه الفقره الاسبوعيه. صباحك سعيده، اهلا بك مريم. صباحك اسعد فريال مجددا، صباحكم سعيد مشاهدينا. اذا كامل الناس اللي يعانيوا من فقر الدم وراهم يعانيوا منه ما لقاوش حل للاسف، اليوم مشاهدينا جبنا لكم وصفه طبيعيه بامتياز راح تخليكم تقيوا انفسكم من هذا المرض. للاسف هو مرض او عرض، نقدر نقول عرض اكثر من مرض. نعم، تقدروا تتقيوا منه وايضا تعالجوا انفسكم. اذا مشاهدينا نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، لكن لا باس ان نشير الى انه الاستشاره الطبيه ضروريه بالدرجه الاولى. اكيد اكيد الاستشاره ضروريه. الناس اللي عندهم ديجا لانيمي على بالهم اللي عندهم نقص في الحديد يعاونوا روحهم بهذا النوع من الوصفات باش يعالجوا هذاك النقص وما ياثر لهمش على الجسم تاعهم. نعم يلا نتعرفوا على المكونات اللي حضرناهم للمشاهدين. أكيد. يلا بسم الله. بسم الله. المكون الاول اللي عندنا هو بذور البقدونس، شو معناتها؟ زريعه تاع المعدنوس. نعم، متوفره في الاسواق، متوفره في الاسواق، اسعار معقوله، اسعار معقوله يعني. جدا، تشرو شحال حبيتوا مشاهدينا. الوغ هذه زريعه وين يشروها؟ عند العشاب. اكيد عند العشاب يشروها. زريعه المعدنوس علاش؟ غنيه بالحديد مشاهدينا. هاد الثلاثه مكونات اللي راهم منا معمرين بالحديد، يعني راح يغطوا لكم كاع لي كارونس تاع الحديد اللي يكونوا عندكم. قلنا المكون الاول زريعه المعدنوس. المكون الثاني تعرفوه كامل اللي هو الجلجلان، السمسم، غني بالحديد والبروتينات كذلك. وحنا قلنا بلي على بالنا بلي البيدوز نصيبوها في لي بروتين انيمال اكثر، يعني في اللي عنده نقص في البيدوز ما قلناش من قبل لازم تاكلوا بزاف البيض، بزاف دون طون طون لحميتو باش تنقصوا هذاك لا كارونس اللي عندكم هذاك. نعم. النقص يعني عندي يومين سمعت معلومه يعني مفادها انه الكبد تاع ليسبادون، الكبده تاع ليسبادون غنيه جدا. تاكدي لنا هذه المعلومه بصح الكبده تاع ليسبادون على كوموند، يعني ما نصيبوهاش تبع دائما، فوالا نطلبوها يجيبوها لنا.
اكيد الكبده تاع ليسبادون نعم. مفيده جدا وتتعاون بالخفت الكبيري هذيك لاكارونس اللي يكون عندها عند الانسان. نعم يلا نوصلوا مع المكونات. ثالث مكون اللي هو حبه البركه، كذلك غني بالحديد، المغنيسيوم، المغنيس بلوتو، النحاس، وهذوما كامل الزنك يسحقهم الحديد باش يمتص بطريقه فعاله. فوالا نعم. الزبيب كذلك معروف، هذا تعرفوه مشاهدينا الزبيب، ما نتوما على بالي بلي على بالكم مليح لانيمي، فيه الحديد وفيه فيه المعادن اللي نحتاجوها باش يمتصوا هذوك المغذيات اللي عندنا. نعم ايضا خامس مكون اللي هو عشبه المورينغا ولا اوراق المورينغا. هذه العشبه رائعه جدا، واش تساعد على الامتصاص الى جانب انها غنيه بالمعادن، مي لاكسيون الكبيره تاعها الامتصاص تاع الفيتامينات والحديد البي 12 باش يكون عندنا تعاون على الامتصاص. دونك نزيدوا هذا المكون، هذه ندخلوها هي الاخرى في ريال. عندنا كذلك بذور اليقطين، الزريعه الزريعه يعني متوفره في الاسواق، متوفره هاي ديك مقشره هذه. نعم وهي تتباع مقشره يعني تتباع مقشره. نعم. هذه الزريعه ثاني غنيه بالحديد والمغنيز والنحاس اللي نحتاجه. نبداو بالوصفه الاولى في ريال. مشاهدينا انتوما كيفاش ديروا؟ حنا عندنا العسل كذلك، هادو ما كامل العسل لازم يكون حر، تجمعوهم بالعسل الحر، تقدروا ديروا عسل حر ولا دبس التمر، في زوج رائعين. نعم. للانيميا. نعم ودبس التمر عكس العسل الحر الثمن تاعو في متناول الجميع، في متناول الجميع. نعم. اكيد والفائده تاعو في بوغ الانيمي اكثر 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 من ميم العسل، رائع يعني العسل فيه كلش، فيه الحديد، فيه المعادن، ميم دبس التمر رائع جدا ويكون اقل حلاوه من العسل الحر. نعم كاين بزاف الناس ما يحبوش حاجه حلوه، حاجه حلوه بزاف. دونك هذا ما يكثرش منه، دوك نقولوا شحال مقدره ياخذوا. دونك مشاهدينا انتم واش ديروا؟ لك عندكم رطل، نقولوا بلاره تاع عسل تاع رطل، واش ديروا فيها؟ تاخذوا بالنسبه للمكونات اللي يقدر ياكلهم هكذا يقدر، واللي يحب يرحيهم ويستعملهم يقدر يرحيهم. دونك انتم واش ديروا؟ الفعاليه ما تنقصش. نو واش ديروا انتم؟ الا عندكم البلاره هذيك تاع رطل تاع العسل، ديروا ملعقه كبيره غير مملوءه من كاع هاد المكونات هكذا، ولا كانت عندكم صغيره هي من الافضل ديروا مينيموم هذيك تاع رطل باش تشد لكم رطل، ولا كانت عندكم هذيك الصغيره ديروا ملعقه صغيره من جميع المكونات. دونك حنا نقول لهم ابيبري وهما يعرفوا كيفاش يديروا. اذا هذه كيلا حنايا يعني هذا مثال فقط، مثال فقط. حنا هذه نقدروا نخلطوها مع بلاره صغيره تاع عسل هذيك صغيره. نعم. كامل. دونك عندنا هايليك ملعقه صغيره تاع زريعة البقدونس المعدنوس، نقدروا نرحوها كما قلت لكم. عندنا ملعقة صغيرة تاع السمسم نقدروا نرحوه ثاني، وهذا راه محمص. حبة البركة ثاني ملعقة صغيرة، يمكن حمصوه خير ولا كنحمصوه خير من في الذوق، يعطي ذوق رائع. رائع صحيح. ونزيدوا مغرفة تاع زبيب، مغرفة تاع زبيب. انا مام زبيب نرحيه، كي نحب ما نحس بوالو نرحي كلش. دونك تقدروا مام يجي شغل اون بات مي تخلطوه مع العسل يجي مليح. نعم بالك الاعشاب هما اللي يكونوا صعب يعني صعب اننا نتناولوهم، نتناولوهم هكا. فوالا العشبه ثاني نرحوها ونديروا ملعقه منها. هادوما مشاهدينا المقادير تاع بلاره صغيره، صغيره تاع عسل. كي تكون بلاره كبيره قلنا نديروا ملعقه كبيره غير مملوءه، يعني ملعقه كبيره تاع ماكله ماشي معمره كامل، يعني هذه المكونات بلاره يعني تاع الكبيره تاع 250 غرام. 250 غرام وتقدر نروحوا حتى فوالا 250. هذه نمزجوهم كامل يكونوا مرحيين ولا هكذا، ومن بعد نزيدوا لهم العسل تاعنا بهذه الطريقه. حنا نخلط نفرغوهم ديريكتوم في هذيك البلاره اللي تكون عندنا، حنا نزيدوهم في البلاره مباشره. فوالا نمزجو المكونات بيان كوم يلفو هكذا، نتحصلوا على عقده. كل صباح ناخذوا ملعقه، ناخذوا ملعقه ملعقه منها. المده الصلاحيه تاعها مع العسل هو مضاد للاكسده، تقدر تروح حتى ل 21 يوم. الا شدت لي هذيك درت بلاره كبيره كيغ تاع 21 يوم باذن الله يتخلصوا من هذوك لي كارونس، النقص تاع الحديد والبي 12 والمشكل تاع الانيميا اللي عندهم. نعم حنايا على بالنا طبيعتنا كجزائريين نحبوا زوج مغارف، نقدروا نروحوا لزوج مغارف. هي من الافضل ملعقه سيختو الناس بوغ ايفيتي باسكو حلوه شويه العسليتو، ملعقه تكفي، ملعقه كبيره. راح نزيدوا لها لا سويت العشيه، كاين لا سويت تاع هذا الجميل تاع هذه الوصفه. إذا الصباح
نديرو فيخص هذه الوصفه اللي فيها يعني مكونين فيها يعني المكون الاول الوصفه الاولى نمزجوا جميع المكونات. نعم. بالعسل ولا بدبس التمر وناخذوها صباح. نعم راح تجي خفيفه على هذه خاطر العسل راح يكون بكميه اكبر يعني اكيد. اذا ما تخافوش تشوفوا هذا القوام. لا هما القوامين يتحكموا فيه. نعم كل واحد يواسي كما يحب. اذا هاي لي اكيد الوصفه الثانيه هنا عندنا مكون واحد ناخذوها بالموازات مع هذه بالموازات. فوالا هذه راح نديروها تيزان. هذه نسموها عشبه الفوه. واش لازم تعرفوا مشاهدين هذه بصح لازم نكونوا حاضرين في الاستخدام. دوك نشرح لكم عشبه الفوه هذه هي عشبه. حنا واش نديروا نحكموا الاوراق تاعها نحوهم باسكو عندهم ماده سامه نحو نخلو الجذور نخلو لاتيج هذيك للغص نتاعها والجذور الجذور هكذا يجوا مور ما نغسلوهم ونيبسوهم هكذا يولوا. هذه هذا مكون سحري لانيمي يغطي كاع لي بروبليم هذوك تاع لي كارونس الامتصاص كامل يساعد على التخلص منهم تساعد على التخلص منهم هذه العشبه. ولكن الاطفال تحت 13 ما يشربوهاش ممنوع. المراه الحامل ممنوع ايفيتي دونك. والناس اللي عندهم يشربوا اللي عندهم امراض مزمنه يشربوا ادويه دائما كاين وكاين ادويه اللي فيهم انتيراكسيون ميديكامونتيز وكاين اللي لا. دونك واش نديروا نستشيروا الطبيب تاعنا قبل ما ناخذهم. نعم دونك هذه هادو ما نشربوهم كيف لمده 21 يوم. هذه نديروها انتزان مشاهدينا والكميه مهمه ملعقه صغيره. انا جبتها لكم هكا باش تعقلوها نتوما ترحوها ولا تشروها مرحيه. دونك ملعقه صغيره في الكاس هذاك تاعنا ماشي ملعقه كبيره تاع عشاء. بوندون اون سيمان نحبس 3 جو ونعاود نكمل. جميل نعاود نكمل اسبوع حتى 21 يوم حتى 21 ندير هكذا حتى نلحق مع هذه 21 جو. نعم قلت لنا لي كونتر انديكاسيون تاع هذه حبينا نعرفوا ايضا بالنسبه لهذه الوصفه. هذه اكثر اكثر سلامه من هذه. هذه نقدروا نستعملوها ولا حبينا الدراري صغار نحو لهم العشبه المورينغا ونقدروا نعطيها لهم عادي جدا. يعني بالنسبه للمراه الحامل ايضا عشبه المورينغا اكيد. شوفوا مشاهدينا خذوها قاعده الاعشاب هادو مال المراه الحامل لي زونفون كامل ايفيتي تخلصوا من نتجنبوهم. نعم يعطيك الصحه على كل هاد المعلومات اللي قدمتيهم لنا من خلال هاد الوصفه. فقط حبيت نطرق لبعض البدائل اللي ربما نوجدوها في المطبخ تاعنا وفي الطبيعه ايضا الا وهي السلق والشمندر ايضا العدس البقوليات اكيد البقوليات بانواعها ولا غير العدس كثر هما كاع فيهم كميه لكن العدس هو اللي فيه كثر كميه اكبر من الحديث. دونك عندنا البقوليات عندنا كما قلتي السلق عندنا البيتخاف عندنا قلنا اللحوم مهمه للبيدوس ماشي دائما لكن سي هاب بورتو يكونوا في الوجبات تاعنا باسكو لي بيغسون فيغان اللي ياكلوا غير الخضره نصيبوا دائما عندهم هاد لاكارونس تاع البيدوس. ماشي لازم اللحم البيض نسيو يا لو كان اون فوا باغ سيمان حوت سردين هكذا باش قضية اولويات فقط. فوالا هذه نستفوا اولوياتنا. كبد البقر ثاني كبد البقر رائع. كبد البقر غني يعني كبده بقري كبده بقري ثاني مليحه بزاف. حنا زمان كنا نقولوا كبده تاع الدجاج ماشي زمان من دوكا مازالها كبده بنينه يعني ذوق تاعها لذيذ تهيتينا دخلتنا في الكبده في الجنه ان شاء الله تعيشي. يلا نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك مريم. شكرا فريال ولك كذلك نهايه اسبوع موفقه ان شاء الله. شكرا ولك ايضا موفقه ومريحه ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك صحة وكل هذه الوصفات ان شاء الله في ميزان حسناتك ايضا ان شاء الله. ان شاء الله امين ان شاء الله. صباحكم سعيد مشاهدينا صباحكم فل وياسمين. اهلا بكم معنا من جديد ضمن فقرتنا الصباحيه لبرنامج الشروق مورنينغ برنامج كل العائلات اللي يتابع فينا مع صبيحتها من اليوم واللي نتمنوا لها يوم موفق باذن الله وجوله ممتعه معنا. احنا نرحبوا بضيفتنا مشاهدينا في الاستوديو جميله شطيطه دكتوره في علم الاجتماع. صباحك سعيد اهلا وسهلا بك. أسعد الله صباحكم تحية طيبة عطرة نرسلها من هذا البلاتو الطيب إلى جميع المشاهدين وشكرا على هذه الدعوة الكريمة. شكرا على تلبية هذه الدعوة أول ظهور معنا في البرنامج. يعطيك صحة لبيت رغم أنه كان عندنا مشكل صغير في التواصل أمس لكن رغم ذلك التزمت معنا شكرا لك. إذا نخوض مشاهدينا في تفاصيل موضوعنا لنهار اليوم ألا وهو التواصل السليم أثر الكلمة في بناء العلاقات الاجتماعية السليمة بين الأفراد بعد هذا الجينجل.
اذا مشاهدينا احنا اخترنا شعار لهذه الفقره نعرفوكم به ونعرفوا ايضا الدكتوره اللي هي حاضره معنا. وش رايك في هذا العباره اللي اخترناها اليوم للمشاهدين؟ الكلمه لك تملكها، فاذا ما خرجت منك ملكتك. صحيح، اكيد يعني اخترت شعار جد معبر، لانه الكلمه لها تاثير جد كبير على علاقاتنا الاجتماعيه، تاثير على حياتنا، تاثير على حياتنا اليوميه وعلاقاتنا واداره الحوار مع الاخرين. صحيح، وكما احنا يعني في الجزائر عندنا امثال شعبيه يعني كثيره عن الكلمه، كاين امثال تقول لك، كاين مثل جزائري شعبي تقول لك الكلمه كرصاصه كي تخرج ما توليش. صحيح. وهذا دليل على انه الكلمه عندما نتلفظوا بها خلاص لا رجعه للوراء، ومن جهه اخرى انه الرصاصه اكيد عنده الاثر تاعها وتقدر تقتل، ليس كذلك؟ ايضا يقولوا ناس زمان جرح الموت ولا جرح الكلمه، يقولوا ايضا وزن كلامك ولا قلب لسانك 7 مرات قبل ما تتلفظ بكلمه، وهذا يدل مشاهدين على انه ناس زمان كانوا يراعوا كثيرا مشاعر بعضهم البعض وكانوا حكماء في تعاملاتهم الاجتماعيه. اذا نبدا مباشره، الاكيد انه الكلمه عندها الوقع تاعها الدكتوره، اليس كذلك؟ اكيد انه لها وقع، وتكملة على ما تفضلت بقوله فيما يتعلق بأن الكلمة تقتل، صحيح. إن تحدثنا وأخذنا الشق عن الكلمات السلبية، الكلمات هنالك نوعين إن صح التعبير، يمكن أن نقسمها بين كلمات إيجابية وكلمات سلبية. الشق الثاني اللي هو الكلمات السلبية تدخل في إطار العنف اللفظي. العنف اللفظي إن صح التعبير وإن صح تعريفه باختصار، يمكن تعريفه بأنه قتل من الكلمات كما تفضلت بالقول. نعم. يعني هذا يدعم المثل الذي تقدمت به منذ قليل، هو قتل بالكلمات. نعم هو قتل. لماذا؟ لأن صراحة الكلمات وقعها على نفسية الشخص وجرحها عميق جدا. أحيانا هناك جروح من بعض الكلمات لا تشفى. لا تشفى، صحيح. أكيد أكيد. ولا نتعافى منها، يعني حتى نكبروا ربما كلمة سمعناها في صغر راح تقعد معنا وراح يكون عندها تداعيات مدى الحياة، مدى الحياة حتى على شخصيتنا وعلى تعاملاتنا مع الآخرين، أليس كذلك؟ أكيد لها تأثير كبير. العنف اللفظي أيضا من بين الأمور السلبية فيه، هو كما قلنا هو قتل بالكلمات. أيضا هو يعتبر حسب تصنيفات علماء النفس وعلماء الاجتماع يصنفوا يعني أنواع العنف إلى عنفين. العنف هنالك عدة تصنيفات، لكن من بين التصنيفات أن هنالك عنف لفظي وعنف جسدي، والعنف اللفظي يعتبر مقدمة لأشكال أخرى من العنف، لا سيما العنف الجسدي. صحيح. وهو يؤثر على العلاقات الاجتماعية سواء داخل الأسرة أو في المجتمع ككل. داخل الأسرة إن تحدثنا يمكن أن نعطي أمثلة عن العلاقة بين الزوج وزوجته. إذا كانت هنالك علاقة مبنية إذا كان هنالك تبادل لألفاظ عنيفة بين الزوجين، هذا يعني يؤثر على علاقتهم، يعني يكسر حبل المودة بينهما، هذا يؤثر على علاقتهم وقد يؤدي في بعض الحالات حتى إلى الطلاق. إلى الطلاق. لا سيما إذا تطور من عنف لفظي إلى عنف جسدي وانتهى بالضرب، ربما سيؤدي إلى الطلاق وتفكك الأسرة، هذه الأسرة. بالنسبة أيضا هنالك عنف يستطيع الرجل يعني داخل الأسرة، الزوج يمارسه ضد زوجته، كما تستطيع الزوجة أيضا أن تمارسه ضد زوجها. كما هنالك نوع آخر من العنف اللفظي داخل الأسرة، وهو العنف اللفظي الذي يمارسه الآباء على أبنائهم، وهذا أيضا خطير جدا. خطير. صحيح. جدا، له عدة آثار سلبية فيما بعد تظهر على الطفل، تمس بطبيعة الحال بالشكل الأول هو تمس بشخصيته، تمس ثقته بنفسه، لأن الطفل في المرحلة الأولى من سنوات حياته، يعني تلك المرحلة السنوات الأولى هي التي تتشكل فيها شخصية الفرد. نعم. وهذه المرحلة جد جد ضرورية ومهمة في حياة الفرد.
إذا كان يتعرض لعنف لفظي من قبل الأم والأب بشكل يومي، هذا سيؤدي إلى زعزعة ثقته. تكون لما يكبر هذا الطفل يكون عبارة عن فرد شخصيته هشة، قد يعاني من عقد نفسية. نعم. يؤثر أيضا حتى على تحصيله الدراسي فيما صحيح. بعد قد يتراجع تحصيله الدراسي في المدرسة. خلينا نفتح قوس على أثر الكلمة بالنسبة للأطفال، لأنه ما ننسوش أنه الأطفال الطفل بحد ذاته هو مشروع زوجة ولا مشروع فيما أم بعد. فيما صحيح. بعد أليس كذلك؟ لازم يكون يعني فرد فعال في منتج في المجتمع. إذا احنا للأسف الشديد دكتورة، ما هو شائع يعني في مجتمعاتنا العربية والجزائر ليست استثناء، أنه الأم كتكون تربي في طفل تاعها بلك في عمره عامين ثلاث سنين يطيح كاس، يعطيك الصحة أنت دائما هكذا، دائما كسرت لي هذه الكاس وهذا السيرفيس جديد، حاجة ما تشد لي معك. تلومه تصرخ علي. أكيد أحيانا بلك الطفل يخطئ في الكلام، أنت هكذا عقون، شوف لي دخلتك كيفاش هو يهدر، أنت يا قد ما علمتك الله غالب، حاجة مليحة متخرج من فمك. هذه الكلمات يعني كلها أحيانا الطفل بلك لا يوجد حتى التلوين، أبسط الأمور لا يوجد تلوين ولا تركيب الألعاب تاعو، هكذا أنت إنسان فاشل، عمرك ما فلح في حاجة، وهذا الأمور للأسف راح تأثر فيه وراح يعني يورثها صحيح، وهو راح يكرر نفس الشيء لأنه تربى عليها ليس كذلك؟ صحيح صحيح. من شب على شيء شاب عليه. وأيضا هنالك عبارة أخرى يعرفها الجميع، أن العنف يولد العنف. العنف نعم. الطفل الذي تكون ينشأ في بيئة هذه البيئة يعني مشبعة بالعنف اللفظي منذ صغره، يسمع ألفاظ عنيفة، ألفاظ سيئة، ألفاظ جارحة، يعني بطبيعة الحال هذا الطفل لما يكبر راح يتغرس فيه ذلك العنف بداخله، وقد يظهر عندما يصبح كبيرا، وكما قلت قد يظهر فيما بعد عندما يصل إلى سن الزواج ويؤسس أسرة. بطبيعة الحال عنده صعوبة في بناء العلاقات الاجتماعية، أكيد صعوبة صداقات في التواصل فيما يتعلق نعم. بالتواصل أكيد. كما تفضلت بالقول منذ قليل أن في بداية الكلام قلت أن الكلمة جد مهمة، والعديد منا لا يعطيها الأهمية التي تستحقها، بينما الكلمة مهمة جدا في علاقاتنا. لماذا؟ قلت لك في البداية أن الكلمة مقسمة إلى نوعين. نعم. لدينا الكلمة الإيجابية والكلمة السلبية. الكلمة العديد منا لا يعلم أن الكلمة تحمل طاقة بداخلها، والدليل خير دليل هو كلام الله القرآن. التداوي يعني من بين أنواع التداوي الروحي عندنا الرقية هي خير مثال. الماء يعني العلماء علميا تم إثباته علميا تحت المجهر عنده أشكال مبعثرة، وجدوا أن أشكاله مبعثرة، لكن بعد قراءة القرآن عليه سبحان الله الأشكال تولي تأخذ نسق جميل، ولي شكل جميل، يعني تظهر في شكل جميل، وبالتالي لما نشرب هذاك الماء المرقي ليكون هو عبارة قرينا عليه كلام الله عز وجل. صحيح. ما كاش أقوى من كلام الله عز وجل، أنه الإنسان يكون فيه شفاء للإنسان. هذا يدل وهذا دليل قاطع على أن الكلمة تحمل طاقة بداخلها. الكلمة الإيجابية تحمل طاقة إيجابية بداخلها وتحفز الشخص إيجابيا، ترفع من معنوياته، والكلمة السلبية أيضا في المقابل هي تحمل طاقة سلبية بداخلها، يعني نفس الشيء، يعني شفتي الأمور كيفاش راهي وتأثر على علاقاتنا. لماذا؟ لأن الحوار بيننا يتم عن طريق الكلمات، إن لم نحسن اختيار الكلمات أكيد أن علاقاتنا ما راحش تكون قوية، وقد نخسر أشخاص لا لشيء، فقط لأننا لم نحسن انتقاء الكلمات. أحيانا يعني أي شخص فينا يتعرض لموقف أنه يكون لديه هو يرغب في إيصال معنى لكنه لا يحسن انتقاء الكلمات، وبالتالي الشخص المستمع يصله مع المعنى الغير المقصود، وهذا يؤدي إلى يتسبب في بعض الأحيان إلى سوء تفاهم وخلافات وانقطاع حتى في العلاقات. أيضا الشخص الذي يتقن التعامل بالكلمات ويحسن استعمالها عادة ما تجدينه شخص متحدث بارع، تجدينه شخصية اجتماعية، نعم،
اجتماعية يحسن التواصل مع الجميع، يستطيع إقامة علاقات اجتماعية طيبة مع العديد من الأشخاص، أيضا تجدينها ربما يحل بمكان لأول مرة، لا يعرف أشخاص ويندمج معهم في الكلام مباشرة، عنده حضور، عنده هيبة، عنده كاريزما، أيضا تلقاه شخص دبلوماسي محاور بارع، عنده يتقن الإقناع، إقناع الآخرين، يعني نسبة الإقناع الآخرين يعني صحيح مقنع. ذكرتي مصطلح مهم جدا في حديثنا نهار اليوم اللي هو شخص دبلوماسي. كيفاش نكونوا دبلوماسيين ونعرفوا نخيروا الكلمات؟ وقتاش نقول انا ولا هذاك فلان؟ كيفاش نقول هذاك فلان راه الى دبلومات دبلوماسي في علاقاته؟ قبل ما تواجبيني دكتوره، فقط نفتح المجال للمشاهدين والمتابعين، نقول لهم يقدروا يتصلوا بينا، يتفاعلوا معنا ومع الموضوع اللي اخترناه اليوم للمشاهدين والمشاهدات. اذا كانت عندكم صعوبه في التواصل في الكلام، تحبوا تقولوا حاجة الناس يفهموها حاجة واحدة أخرى، ولا العكس ربما قالوا لكم حاجة وانتم ما عرفتوش كيفاش تستوعبوها، ولا عندكم الأطفال تاعكم أيضا يعانيوا من هذا المشكل، ما عليكم غير تتصلوا بنا وتتفاعلوا معنا وتطرحوا سؤال تاعكم. يلا نروحوا لهذا السؤال تاعي، كيفاش نقول نكونوا دبلوماسيين ونخيروا الكلمات الصحيحة؟ أكيد الشخص الدبلوماسي هو الشخص الذي يحتوي الشخص الذي أمامه، بمعنى أنه لا يوجه له أصابع الاتهام، يحاول يعني فهم أفكاره، قراءة أفكاره قبل الإجابة على أسئلة الشخص الذي أمامه، أو قبل الرد على ربما الفكرة التي طرحها عليه. ما يكونش عندك أحكام مسبقة على الشخص، تفهمي أفكاره، كل محلل جيد أيضا، محلل جيد للشخصية أيضا، يحلل كلام الشخص الذي أمامه، يرد بعبارات يعني يتم انتقاؤها بعناية، لا تورطه. أكيد أكيد أكيد، يعني إن صح تعبير يعمل فلتر لكلامه، لا يتكلم ويستخدم أي ألفاظ، يستخدم ألفاظ معينة التي تخدم الموضوع والتي تساعده على إقناع الشخص الذي أمامه. أكيد، والإنسان الدبلوماسي ليس منافق يعني، لا ليس، لا بعيدا عن النفاق، بعيد عن النفاق، لا لا نعم، بعيد عن مش النفاق، بعيدا عن الكذب والنفاق. يلا خلينا نستقبل مكالمة هاتفية، يبدو أنه الموضوع يهم المشاهدين. صباح الخير. أهلا، صباح النور. أهلا بك. أهلا وسهلا. يلا ارفع صوتك شويه باش نسمعوك وطرح السؤال على الدكتوره اللي حاضره معنا. ما كاش مشكل. نعم يلا تفضل. بسم الله. نعم انا نسمعو فيك. فيما يخص يعني الكلمه، هو شوف مرحبا، صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك. عليكم لاباس عليكم. نعم انا نسمعو فيك، طرح لنا السؤال. ما في سؤال يعني برك نزيد توضيح يعني نعم الموضوع اللي راك يعني اليوم تطرقتوا له. نعم. هي شوف الانسان سبحان الله العظيم، حتى مثلا كيكونوا في الشارع، كيكونوا ماشي في الشارع ونلقاو مثلا الانسان يعني حتى مختل عقليا، لازم نعرفوا كيف يتعاملوا معك اوتوماتيكمون، مجرد ما تقول له السلام عليكم سبحان الله العظيم تكون عنده رد فعل يعني إيجابية. ما بالك الإنسان يكون عاقل ويكون يعني كما نقولوا يكون مركز مع أي إنسان. يعني أحيانا يكون إنسان يعني تصادفه في الشارع تلقي عليه التحية، تكون ردة الفعل تاعه إيجابية ولا تكون سلبية، تكون عنيفة. نعم. نعم يعطيك الصحة. ما بالك معاملتك مع الناس العاديين، مع الناس مجرد ما تبتسم في وجهه، يعني الأقارب، يعني الأقارب يعطيك الصحة، مجرد ما تبتسم في وجهه شوف ردة الفعل تاعه. يعني نعم، أنت عندك مشكل في التواصل مع الأقارب تاعك ولا حتى مع الغرباء، ولا كان عندك مشكل واجهته؟ لا لا لا، أنا دائما نتعامل مع الناس بأسلوب هذا، حتى الانسان يعني طرح السلام، يعني الانسان كي تشوفه صغير ولا كبير ولا اي كان
كيف تطرح كيف تبقي له السنه يعني يشوفوا نفسيا يعني سبحان الله يشوفوا عنده رده فعل يعني ايجابيه كما يقول. نعم نعم يعطيك الصحه على هذا التفاعل الصباحي. الله خير الله يسلمك. يعطيك الصحه، بدايه يوم موفقه ان شاء الله. يعني هو الطرح معطاه هو انه احيانا حتى الاجانب يعني في الخارج تلقي عليها التحيه تشوفي رده الفعل تاعو تكون غريبه واحيانا تكون عنيفه، ونفس الشيء مع الاقارب يعني صعب جدا يعني التواصل مع الاقارب في وقتنا هذا على حسب واش فهمنا من المداخله تاعو، اليس كذلك؟ صحيح. يعني حاليا هنالك موضوعين، موضوع تاثير الكلمه وموضوع اخر ربما سندخل في لاحقا. نعم يعني يتعلق كلامه يتعلق أكثر شيء بالصلة الرحم. هو أمر الكلام الإيجابي والشخص الإيجابي شخص معدي، لذلك احنا يوميا يعني في يوميا بودنا أن نبدأ يعني نبدأ صباحنا دوما بطاقة إيجابية، كلمات إيجابية، التواصل الإيجابي عنده انعكاس على العلاقات، وكلما كلما يعني الشخص كان إيجابي هذا الأمر معدي يعدي حتى المحيط تاعه. يعني هذا الأمر يأكدوا لك بعض أحيانا نكون هكا في الأفراح أو في مكان ندخل عليه يدخل علينا شخص يكون ربما هذاك المكان فيه أجواء كئيبة، لكن يدخل شخص آخر تلقاه يملأ لك الكلام يملأ لك هذاك المكان بالطاقة الإيجابية لأنه يعني شخص نعم. إيجابي يدخل بكلمات طيبة، السلام عليكم، أسعد الله صباحكم نعم. يا طيبين، كاين اللي يدخلوا ما يقولوا السلام عليكم لا صباح الخير، وهذا بحد ذاته يعني يعني راهو طاقة سلبية. طاقة سلبية أليس كذلك؟ الواحد لما يبدأ صباحه بالتوكل على الله يبدأه بابتسامة طيبة في وجه أخيه راهي صدقة، الكلمة الطيبة أيضا راهي صدقة، وقلت لك الشخص الإيجابي صحيح. هو شخص معدي يعدي ويملأ الطاقة الإيجابية تاعه وتملأ ذلك المكان. صحيح، واحيانا يعني حقيقه ربما في مقر العمل ولا حتى في الزيارات العائليه نشوفوا شخص ما يتفادى التواصل هكذا البصري يعني يتفادى النظر للزملاء، يجوز عليهم يحط راسه، يجوز على عمته ما يشوفش فيها، وهذا ايضا نوع من ربما التواصل السلبي، اليس اكيد هذا تواصل سلبي، هذا تواصل تجاهلي وكانه يتجاهل الاشخاص الذين امامه. ايضا من بين يعني ساتطرق لك إلى أمر مهم أيضا نعم. بالأشخاص قلنا أشخاص إيجابيين أشخاص سلبيين، الشخص السلبي إذا كان في محيطك وتتعاملي معاه يعني بكثرة وبتواصل قدر يمتص لك الطاقة الإيجابية اللي راهي عندك. كيفاش؟ لذلك حابة نعرف أنا أكيد أحيانا أكيد. شوفي باش تكون صدقة عفوا تكون صدقة بين إنسان إيجابي جدا يعني يضحك أي حاجة ما ياخذهاش على محمل الجد جد. ربما أي حاجة يقدر يحولها أي ظرف أي ربما ظرف ولا حادث ولا أي حاجة صارت له يشوف الجانب الإيجابي منها فقط. نعم أحيانا يعني يوقع في أمور صعبة لكن هو يحولها النكتة، يقول لك شوف واش صرا لي ديك النهار كنت نمشي وطحت وضحكوا عليا وشافوا فيها، لكن للأسف أحيانا كما احنا على بالنا السلبي مع الإيجابي كاين لك تنافر وشراره اكيد صحيح. اكيد شوفي كما قلتي الشخص الايجابي يحول يكون مع انسان يحول المحنه الى منحه يجعلها منحه صحيح. هذا من شده ايجابيته صحيح. اما الشخص السلبي عنده مواصفات معينه، بالمواصفات اللي نقدروا نعرفوا بها الشخص انه سلبي تلقاي الشخص السلبي كثير كثير يعني كثير تشاؤم متشائم بزاف كثير الشكوى، الشخص اللي تلقايه كثير الشكوى هو شخص سلبي نعم كثير الشكوى كثير تشاؤم متشائم جدا يحكي دوما عن مواضيع سلبية على مواضيع حزينة يلعب دوما دور الضحية يحسس الشخص اللي أمامه بالذنب يحسسك حتى وإن كان هو المخطئ يحسس دايما الأشخاص اللي أمامه باللي هما الذين أخطأوا في حقه، وبالتالي مما يضطرهم إلى تبرير الموقف أو إلى محاولة إرضائه في كل مرة يحسس صحيح. الأشخاص الذين أمامه أنهم يعني يقلل من قيمتهم وأنه وكأنه هو مصدر اهتمام الكون
اما الاشخاص اللي قدامهم دائما يعني يقلل لهم القيمه تاعهم. هذا الشخص اذا كان في كل مره يقلل من قيمتك ويقلل من طموحاتك، يقلل من احلامك، يقلل من كل شيء تديريه ويستهزى به، هذا شخص سلبي. مع الوقت اذا يعني اطلتي البقاء معه والحديث معه والجلوس معه، هذا راح يمتص لك الطاقه الايجابيه اللي فيك. مع الوقت راح تدخلي في وحده الدوامه وتلقاي نفسيتك يعني دائما مكتئبه، المعنويات نوعا ما تكون غير مرتفعة. يعني ينصح لما أي شخص يعرف باللي هذاك الشخص راهو سلبي، ينصح أنه يبتعد عن ذلك الشخص السلبي. ما يقدرش يتغير شخص سلبي، واحد كيكون نيجاتيف. إذا كانت عنده إرادة، إذا كانت عنده إرادة يقدر يدرب نفسه ويرجع نفسه إيجابي. كيفاش يرجع نفسه إيجابي؟ عن طريق الممارسات اليومية وعاداته اليومية. إذا كان كثير الشكوى يعني يقلل من الشكوى، إذا كان دوما في حياته يركز على الجانب السلبي في حياته يولي يركز على الجانب الإيجابي. إذا كان ينظر للنصف الفارغ من الكأس يولي ينظر للنصف المملوء من الكأس. إذا كان شوفي أحيانا هل هذا يستدعي جلسات علاج دكتور؟ تقريبا شوفي على حسب شخصية الفرد، بعيدا عن درجة الوعي، الواحد يكون واعي أكيد أكيد يكون أكيد. واعي مصح لازم المرافقة. الشخص إذا كان مستواه التعليمي مرتفع ومستواه الثقافي مرتفع يقدر هو يخدم على نفسه يدرب نفسه ويخرج من هذاك القوقعة السلبية ويرجع إنسان إيجابي من خلال قلت لك تركيزه دوما على الأمور الإيجابية. لكن إذا كان الشخص كما قلتي مستواه التعليمي شوية منخفض يقدر يلجأ إلى جلسات علاجية أكيد. نعم نستقبل مكالمة هاتفية دكتور. صباح الخير. صباح الخير. للأسف انقطعت المكالمة. إذن كنت تحثي عن يعني سلوك الإنسان السلبي. أحيانا الإنسان الإيجابي يمر بفترات سلبية يعني في حياته أكيد. أتذكر يعني قول زميلة معنا هنا في المقر وين تلاقيتها صدفة قالت لي فريم خدريش معاني اليوم راني كتلة من طاقة سلبية ليدنا ليا ولا تقول لك راني في ساعة ناقصة. صحيح يعني تقول لي راني في كتلة من راني كتلة متنقلة من طاقة سلبية اليوم اللي يهضر معايا راح نكومينيكي له قاعد الطاقة. يعني هنا كاين يعني درجة من الوعي، لكن هاد الدرجة من الوعي تكون عند الأشخاص ربما الإيجابيين أكثر، لأنه السلبي ما عندوش لحظة إدراك ولا تدارك ولا معرفش وعي. أليس كذلك؟ هذه لها علاقة بالنسبة للوعي. يبدو أنه المتصل أعاد الاتصال بالحصة. صباح الخير. ولا اتصال اخر. نعم صباح الخير. الاخت نشكركم بزاف على هذه الحصه. صباح الخير. اول يعطيك الصحه تعيشي. شوفي هذا هو الهدف من البرنامج. راكم في كيما نقولوا كيما نقولوا هذا هو الموضوع اللي مأثر بزاف على الناس في المجتمع تاعنا دائما فاشل. هذه هي الظاهره بزاف اللي كاينه. أكيد عانيتي منها. راكي عانيتي من علاقة سلبية جمعتك مع شخص ما؟ بزاف الأخت بزاف. لازم الإنسان يعرف كيفاش يتحايل مع الإنسان هذاك ويعرف كيفاش يخرجوا من دايما تلقاه يحب يمتص هذيك الطاقة تاعك دايما. والله والله عجبني موضوع سلبية. نعم نعم. كيفاش تأثرتي بهذه العلاقة السلبية؟ تلقاه دايما عنده التنمر. نعم دائما تنمر وتدمر. صحيح دائما الحاجه تاعك مليحه يقول لك ماشي مليحه. بار اكزومبل اكي ما كنتش لابسه مليح، اكي ما كنتش كيما نقولوا يعكسك دائما. نعم عانيتي منها. تغير حتى انت السلوك تاعك، تغير تخمامك يعني قليلا، وليتي سلبيه نوعا ما، وليتي متشائمه في حياتك اليوميه. وي كنت بزاف متشائمه. الحمد لله افيك لو طون عرفت باللي هذو الناس باللي كيما نقولوا حيتزدوا لي طبيعه كيما نقولوا حيتزدوا لي حياتي خرجت منها شخصية تاعك. كيما نقولوا الحمد لله. نعم يعطيك الصحه على هذا التفاعل وهذا وانك شاركتينا التجربه تاعك. يمكن نشكركم بزاف على هذه الحصه رائعه رائعه. شوفي ما تصوريش كيفاه. يعطيك الصحه تعيشي وحنا سعداء جدا بهذا التفاعل وبهذه الشهاده. يعطيك الصحه. بديت يوم موفقة إن شاء الله. نقول لك برك حاجة. نعم تفضلي. شوفي ما مشوفة فيكم الأخت اللي معاتها راكم كيما اللي يشوف معاكم في حالة الطاقة هذيك السلبية. نعم. قلت ما أنتم بعدا اللي يشوف معاكم في حالة هذيك الطاقة
جميل جميل جدا، سعداء جدا اننا نقدموا لك طاقه ايجابيه، وهذا هو الهدف يعني. وانا من المنبر هذا سيدتي الكريمه، من هذا المنبر ارسل لك جرعه ايجابيه كبيره، تبداي بها صباحك وتكملي بها يومك ان شاء الله. يعيشك الاخت، يعيشك الاخت، يعيشك. الله يسلمك. سلامه. تعيشي. وانت حقيقه مديتينا طاقه ايجابيه باش نكملوا ماشي هذا النهار، هذا الموسم كامل. يعطيك الصحه. صح. شفتي باللي امر الطاقه الايجابيه معدي، باللي الشخص الايجابي معدي. يعني كلمات فقط يعني عبر مكالمه هاتفيه، شوفي واش مدوا لنا يعني. تغير مسارات الطاقه. اكيد صحيح. اكيد تحسي بهذيك الجرعه تاع الايجابيه وتعطي لك طاقه، ترفع لك معنوياتك، تخليك صحيح. تتعاملي بعفويه اكثر. وشنو فقط حبيت برك نفرق بين امرين، كاين امر انه شخص ايجابي وشخص سلبي، وهذاك الشخص الايجابي قادر يمر بفترات ما يكونش فيها مليح، لكن في هذيك الفتره ما نقولوش بلي هذاك راهو شخص سلبي، راهو يمر بفتره صعيبه في حياته. أكيد. هذا ما كان، وانما كي نحكيو على الشخص السلبي، هو الشخص يعني على العام راهو سلبي، سلبي للاسف شخصيته هكذاك دايره. نعم. فهمتيني برك باش يفرقوا. نعم. قلت لك بالنسبه للشخص السلبي لازم نبتعدوا عليه باش ما يمصلناش طاقه. نعم. ولكن كاينه حاله واحده اخرى ما تقدريش تبتعدي عليه. أكيد. احيانا يكون هذا الشخص السلبي هو مثلا يعني بعض الاشخاص يلقاو زميل في العمل ولا جار، يعني مضطر الام احيانا واحد واحد من افراد الاسره. نعم. يعني راكي مضطره بالتعامل معه يومين، ما تقدريش تخرجيه من حياتك هذا الشخص. في هذه الحاله كيفاش تتعاملي معه؟ نكونوا دبلوماسيين معهم. دبلوماسيين هذه رقم واحد. رقم اثنين، تحاولي يعني الماكسيموم كما نقولوا اكثر شيء انه ما لا تطيلين الحديث معه بزاف. نعم. لانه وقتها الانسان يتاثر بالشخص السلبي اللي قدامه. كي تطولوا في الحديث معاه تولي مركزه مع كلماته السلبيه، واذا لحقتي لدرجه التركيز مع كلماته السلبيه خلاص دوك تتاثري بالسلبيه تاعو. فهمتيني؟ تنتقل لك هذيك الطاقه السلبيه. وانما الا سمعتيه بلا ما تركزي معاه وبلا ما تطولي معاه الحديث، ويعني تحاولي تتجنبي انه تدخلي معاه في نقاشات، لانه على بالك بلي هذيك النقاشات راح تؤدي الى شجار ولا عنف، هذا الشيء اللي يخلق لكم هذيك البيئه السلبيه. يعني تحاولي تتجاهلي يعني تبتعدي عليه الماكسيموم، تعاملي غير في الاطار الضروري فقط. الضروري، لانه احيانا قلت لك نكونوا. نعم. مضطرين انه نتعاملوا مع هذه الاشخاص السلبيين. يعني احيانا ربما نصادفوا على سبيل المثال انسانه عندها في المحيط تاعها صديقتها امينه وورده، يعني نتلاقى بامينه الايجابيه مع صباح تقول لها على بالك اليوم هذه ما مانيش مليحه، راني مخنوقه ايتو، تقول لها عبك درتيها برك في راسك، بدلي التخمام تاعك. اكيد. وكانت تلاقى مع ورده مع الحشيه، ورده سلبيه باين عليك وحتى راني مقنوطه والحاله ديالها تبان مريضه بصح وعندي شحال غماركيتك ما كاينش في حوالك. لكن هذا الموضوع الاكيد انه واسع ومتشعب وشيق جدا، نخصوا له اعداد اخرى. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى انك ترافقينا. اكيد اكيد والله مسروره جدا بتواجدي معكم. شكرا. مع هذا الجمع الطيب وهذه الوجوه الطيبه. شكرا معك انت يا. شكرا فريال، يعني الالوان الزاهيه تاع البلاطو والفريق التقني ايضا رائع، يعني الفريق التقني الرائع، ومام المشاهدين المداخلات تاعهم والاسئله تاعهم والاضافات كانت ايضا عندها. شكرا. عندها نكهه لهذا الصباح الطيب الذي دوما انا انصح الجميع يعني انه يبداوا دوما يومهم بطاقه ايجابيه. إيجابية. مع الصباح يبداوا بالتسليم، يكون صباح التوكل على الله عز وجل، يبداهم بالادعيه، الابتسامه، كلمه طيبه مع الصباح، كلمات ايجابيه ترفع المعنويات ليهم وللمحيط اللي راهم فيه. صحيح. وحنا يعني في البرنامج الصباحي في الشروق مورنينغ يعني دائما نختار المواضيع، احيانا هناك بعض الاحداث نعتذر على نقلها للمشاهدين. ايه مضطرين. تكون حزينه وما الى ذلك فقط من باب التوعيه. وحنا احيانا نجوع يعانين ونجوع تعبانين، لكن غير ندخلوا الاستوديو شروق مورنينغ ندخلوا على هذاك المود. أكيد. فقط باش نكونوا في مستوى توقعات المشاهدين وباش ما نزيدوش عليهم، دائما نسعوا اننا نقصوا عليهم. هذه هي الايجابيه. يعطيك الصحه دكتور. الله يسلمك. الى قادم الاعداد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا. مشاهدينا في انتظار استقبال المكالمات الهاتفيه، لا باس ان نتعرف على الاسئله المختاره اسفل الفيديوهات في التعليقات العديده اللي خيرتهم اللي طرحتهم لنا على اليوتيوب والصفحه الرسميه للشروق الاخباريه. يلا نتعرفوا على السؤال الاول دكتور زروقي.
مرحبا بها. وصلنا عديد الأسئلة. إذا سؤالنا الأول جانا من يوتيوب، من فضلك ومحتاج نصيحة، ما كانش على بالي راني حامل في الأسابيع الأولى، جاتني حساسية الأنف وشربت دواء تاع الحساسية. نعم، هل يمكن أنه هذا يأثر على الجنين في الأسابيع الأولى دكتور؟ سي تري فريكون الحساسيه في عند المراه الحامل، خاصه في هاد لا بيريود هادي تاع بين صدي قبل الربيع، كيكون الحال شويه بارد وكاين هوميديتي، كي شربتي الدواء تاع الحساسيه ما يصرى والو البيبي، ما كاش بروبليم. هي اون ليفيت لو بروميير تريمستر، صدي الثلاث شهور الاولين اون ليفيت لي سكون ابل هادو لي زانتيستامينيك، سي كونتر انديكي، مي كي شربتيه ما راح يصرى له والو، ما تخافيش. نعم يلا نستقبلوا مكالمة هاتفية إذا كاين. نعم يلا نستقبلوا مكالمة هاتفية. صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك معنا. الله يسلمك. صباح الخير مدام، مرحبا بك. يلا عرفينا بنفسك، من وينك تعيطينا وطرحي السؤال. خديجة من بومرداس. مرحبا بك خديجة، يلا الطبيبة في الاستماع. تفضلي مدام، مرحبا بك. على صباح الخير دكتور. صباح النور. نعم. الو. نعم انا نسمع. تفضلي مدام، تفضلي. الو رانا نسمعوا مدام، تفضلي. صباح الخير دكتور. صباح النور. نعم انا نسمع فيك، السؤال تاعك. السؤال تاعي دكتور، شفتي انا عندي وصل الصدر في صدري. عندك الصدر في صدري؟ الصدر في صدرك؟ نعم الصدر في صدرك. ايه. شحال في عمرك؟ عندي 31 سنه. ما عندك حتى مرض؟ نو ما عنديش. ما كاش حامل؟ ما انا ماشي حامل. متزوجه؟ عندي عام اللي حبست الرضاعه. ايه. الو. تقدري مدام تقدري ديري ستر في صدرك باكي صغيره، بالك يكون هرمونال برك، يعني خلل هرموني برك. لا انا قالت لي دوك انا طبيبه جوست، جات ليكو قالت لي بلي عندك دي فيبروم، واحد من واحد من صغار لي فيبروم هادو صغار؟ واحد 7 مليمتر، 7 مليمتر واحد 10 صغار صغار. إيه. دونك اسيرفي تعسيهم يعني. إيه. على إيه. على عام ان شاء الله عاودي اون اوتر ايكوغرافي مامير وشوفي، ولا قعدوا هما ما كبروش. إيه. خطره في العام ديري ليكوغرافي مامير دكتور، ما تدروش عادي ولا خبيث. نعم وبدي لا كبروا عادي ولا انورمال؟ لا لا ولا كبروا يفو ميو تنحيهم، ولا وليتي تمسيهم يعني اي سون بالبابل تو تا دي نو فيبروم بالبابل يفو ميو تنحى. ولا كنتي عندهم ولا كنتي نعم تفضلي. وي قلت اسك عندهم الوسمون شغل علاقه بالحبوب تاع منع الحمل. شوفي وحده اللي تكون عندها هكذا دي زادينو فيبروم في لو سان، ولا كاينه واحد لا مالادي اسمها لا مالادي فيبروكيستيك، يعني كاين دي كيست دي فيبروم في لو سان، لا بيلول اللي كونتر انديكي ايفيكتيفمون. تحبسها دكتور؟ يفو ميو تحبسها وديري مانع حمل واحد اخر، مثلا ستيريلي لا ولا بولا، خاطرش لي زورمون يزيدوا يكبروهم. نعم. سي كونتر انديكي. وكاين واحد الجال، سمحي لي مدام برك، كاين واحد الجال يديروه سي اباس دو بروجستيرون، هذاك الجال يخليهم باش ما يزيدوش يكبروا مليح ايضا. نعم يعطيك الصحة على هذه المكالمة الهاتفية. ايوا صحيح فهمتي اخت فريال، يعطيك الصحة. نعم الشفاء العاجل ان شاء الله. يشفى عليك دونك اسيرفيي عسيبك. نعم. يلا في انتظار استقبال المكالمات الهاتفية، شوفوا سؤال اخر اخترناه من التعليقات للاجابة عليه مع الدكتورة هانية زروقي. شتي شحال خلونا الاسئلة يعني خير حظنا واش نخيروا. يلا نتبعوا في الشاشة الخلفية السؤال. عمري 45 عام وعندي بطنة الرحم المهاجرة مشات لي للمتانة، واش معناه دكتور؟ والحمد لله على كل حال. لوندوميتريوز يعني هجرة بطنة الرحم، هذه مالادي كيما نقول لكم اشاك فوا سي اون مالادي بينين، يعني ماشي كونسير ما تخافيش. اون بلوس ال ديجينير جامي، يعني جامي ما رايحة تولي كونسير، يعني سي اون مالادي ما نخافوهاش، تجي مقبل لا مينوبوز. كي المراه راكي 45 سنه يعني كي تروح عليك العاده تروح لك. نعم الحمد لله. ولا كان بام على باليش لو كونتكست تاعك، اسكو عندك دراري اسكو، مي ولا كنتي درتي جوف ورفدتي وعندك دراري الحمد لله. نعم نخافوا حنا برك وقتاش الهجره هذه لوندوميتريوز، كي يكونوا لي دولور تاعها ولي موراجي
تما وين شويه سي ديليكا يفو نتبعوا ونخافوا يعني المراه تاعيا وكلش انفاليدونت من لي موراجي ولي دولور مي سينا ولا كانوا يعني لي سين ماشي مأثرين عليك بزاف ما تخافيش مدام تروح لك مع العاده تروح. نعم يلا نشوفوا سؤال اخر او نستقبلوا مكالمه هاتفيه. نعم كاين مكالمه يلا نشوفوا سؤال اخر. انا عند كاين مكالمه هاتفيه لا يلا الاولويه اكيد للمكالمات الهاتفيه. صباح الخير. صباح النور واش راكي؟ بالف خير مرحبا بك. الله يسلمك فريا اختي واش راكي مليحه؟ بالف خير وسعيده بهذا الاتصال الصباحي. سيعيشك بغيت نهضر مع الطبيبه. اي تسمع فيك تفضلي. صباح الخير. صباح الخير طبيبه. صباح النور واش راكي؟ لاباس راكي مليحه؟ بخير يسلمك. فيك الطبيبه شوفي انا الدوره تاعي كيجيني طيح عليا كرافي كرافي. كبادي كبادي. كبادي كبادي وكيطيح كمي كيطيح عليا طيح عليا بالدوخه. شحال في عمرك؟ عندي 32 سنه. متزوجة وعندي زوج زراري وراني نحوس نزيد الثالث عنده صغير 7 سنين وعندي جهه ما تفوت قالت لي ندير لك عمليه بالمنظار. ايه عندك اون ترامب ما تجوش. ايه عندي جهه واحده على لاكوش ما تجوش ضيقه. تقدري ديري المنظار المنظار الباطني مليح باش يحاولوا يسرحوا لك هذيك لا ترامب هذيك. مش عندك لوندوميتريوز ماشي هجره بطاطا للرحم؟ لا ما هي ما قالتليش. هي قالت لي عندك الجهه ما تفوتش لازم ندير لك عمليه بالمنظار وانا يا دروك كتجيني تجيني كرازي كرازي حتى تشكمني الدوخ هذاك الوقت. نعم انت حابه تعرفي اذا هذا النزيف ربما يجيك في العاده الشهريه راح ياثر على الانجاب تاعك. هذه هي يعطيك الصحه. نعم يلا قاعدي معنا تسمعي الجواب. يعطيك الصحه ربي يشافيك ان شاء الله ويرزقك الدريه الصالحه. نعم ربي يشافيك مدام. نعم كاين اللي عندهم هكذا النزيف وتصاحبه اعراض كثيره يعني قالت لك الدوخ تفشل تعيا طيح فراش. لازم ديري اون ايكوغرافي نشوفوا علاش عندك هذا النزيف. مليح ديري المنظار الباطني كما قالت لك طبيبتك باش لا ترامب يعني تسرحيها. مليح ايضا او ميم طون بيسكو كي داخله البلوك ديري لا سيليوسكوبي يعني المنظار هذه الباطني او ميم طون اون بروفيت ديري المنظار الرحمي. نعم يعني سي فيزابل لي دو او ميم طون باش نشوفوا علاش عندك هذا النزيف. تستغل فرصه العمليه باش تقوم بفحصين اكزاكتومون نديروا دو زونان باش نشوفوا ايضا الرحم تاعها علاش يدير لي موراجي. اسكو كاين ان بوليب اسكو كاين اون اندوميتريت يعني اون انفيكسيون قويه كرونيك في الرحم. نشوفوا علاش يعني راهي هكذا ايموراجي. ولا كان ما عندها والو ولا كان مثلا فلاسيليو ايضا يشوفوا لا كاين سين اندوميتريوز بالك عندها هجره بطانة الرحم خاطرش راهي عندها كيما قالت لك لا ترامب لاصقه بالك تكون فهمتي بالك تكون اندوميتريوز. او ميم طون شوفوا يعني هذه لا سيليو اللي قالتها طبيبه دياغنوستيك او ميم طون ثيرابوتيك. نعم. يعني منها راهي تشوف واش كاين ومنها راهي تحل المشكل تاعها ان شاء الله. نعم ولا ما رفدتيش تقدري تروحي لي سونتر دو بي ام يعني مراكز اعانه الانجاب باش يعاونوك ديري تلقيح ولا باش تغاولي يعني قبل 40 سنه تكوني فتي ان شاء الله. نعم يلا نستقبلوا مكالمه هاتفيه اخرى. صباح الخير. صباح الخير فريا الكرام. مرحبا بك والله راني غايه. انتم واش راكم ناس الغرب قوه معانا الحمد لله. يلا يتسمع فيك طبيبه تقدري تسقسيها. صباح الخير طبيبه كرام. صباح النور لا غاية الحمد لله وانتم لاباس. الحمد لله الحمد لله على الصحة الحمد لله. تفضلي. طبيبة عندي سؤال لك. أنا عندي مضاعف الرحم تاعي كروازة. إيهي. أيوا درت العملية. إيه العملية. عندك دراري؟ عندك دراري؟ إيه عندي زوج بنات. ولدتيهم نورمال؟ لا سيزاريان وراني ندير السيركلاج. هي في السبيطار انا كنت نخدم على بريفي قالت لي الطبيبه لازم لك جينيكولوج لازم لك سيركلاج. من رحت للسبيطار قالوا لي لا لا. هي ما فهمتش زعما اسكو زعما اوبليجي يكون سيركلاج ولا زعما قادر نورمال. اسكو الاولين ولدتي اكوشمون بريماتوري مدام الاولين اسكو طرحتي؟ ايه طيح. طرحتي في شحال؟ وقع لي 3 mois. ما كاش ديزافورتمون تارديف يعني تاع 6 شهور 7 شهور 8 شهور؟ لا ايه 7 شهور وقعت لي لاكوشمون هذيك ولا لاكوش تاع البيبي ثقبت لي. اي فوالا دونك ديري ديزاكوشمون بريماتوري يعني قبل الوقت. كيفاش؟ يعني ديري ديزاكوشمون قبل الوقت بريماتوري. دونك يفو مي ديري سيركلاج.
باسكو علاش لوتيروس كلوازوني دونك شويه مضيق ما كاش لا بلاص تاع لي بيبي دونك كي يبداو يكبروا لي بيبي ما يسيبوش اون بلاص ديري دي زاكوشمون بريماتوري دونك لو سيركلاج بيسك درتي دي زونتيسيدون داكوشمون بريماتوري قلتي لي زوج يفو ميو ديري سيركلاج ابليزي خير يفو ميو تعيشي يعطيك الصحة شكرا ربيسه ان شاء الله ان شاء الله عندي كي ندير السيزاريان لانستيزي ديروها لي ماشي لا جينيرال لوكال بيريدورال من بعد كي نلقى هكا توقع لي الدوخة في ضرني عادي هذاك عادي عادي جدا شوفي كي ديري هذيك لانستيزي قولها لا بيريدورال يفو ما تزغديش راسك وما ديريش مخدة داكور او تقعدي يعني 24 ساعه وانتي راسك هكذا ما تزغديش وكي تنوضي الصباح تنوضي بالعقل لو بروميير لوفي واعر ومليح تشربي بزاف لي تيزان والماء بوغ ايفاكوي هذوك لي دروك تاع لانستيزي نعم فوالا سي نورمال تقدري تشربي كافي نوار تقدري تشربي كافي بيان نوار باراسيتامول على راسك نعم بصح الكافي نوار دكتور كان يسلمك ميرسي كان تحب ترد على دكتور زروقي ما نصحوهاش بالقهوه لا لا على راسها برك على راسها نعم يلا مشاهدينا الان لا باس ان نجيب ايضا على التعليقات اللي توصلنا بكثره اذا سؤال الظاهر في الشاشه يقول انه هي عندها بطانه الرحم المهاجره دكتور وعندها 18 سنه ومن اللي تعاني من صعوبه الانجاب للاسف قالت لك هل يمكن ان يكون هناك حمل رغم وجود بطانه الرحم المهاجره نقول لك مدام طونك يا لا في يا ليسبوار ما فوش جامي ديزيسبيري اون ا يو دي كا وين يكونوا 17 18 20 سنه ويكونوا ميم كبار 40 43 سنه ويرفضوا كي يكتب لك ربي ترفدي ترفدي نعم في كو راكي عندك 18 سنه وانت تحاولي ما قدرتيش لازم تشوفي مركز مختص في اعاده الانجاب يشوفوا يديروا لك تلقيح ولا يديروا لك اكسي ولا ليمسي على حسب الحاله تاعك حتى في القطاع العمومي دكتور يعني حقيقة راهم كاين قفزة نوعية راهم ينجحوا كاين يوم يديروهم مثلا في في السبيطار يعني بنو نفيسة في بارني نعم يقدروا يديروا صحيح تقدر تروح العمليات ناجحة تحل الدوسي يقدروا يعاونوها صحيح ولا تقدر تروح للمراكز الإنجاب يعاونوها خاطرش علاش يقدروا يعاونوك مدام نقول لك فو با ديزيسبيغي في لاج تاعك 30 سنه مازال كي الحمد لله صغيره يشدوك قبل 40 سنه يشدوك ويعاونوك ان شاء الله حتى ترفدي ان شاء الله تقدري ايضا ترفدي سبونتاني تقدري البويضه يعني تكون بيضتي وتزلق وكي ربي يعني يكتب يتلاقى البويضه مع الحيوان المنوي تقدري ترفدي يعني فو جامي ديزيسبيري كاين بزاف حلول نعم يلا نشوفوا سؤال اخر من بين التعليقات اللي خلوهم من متابعي البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي اذا بغيت نعرف اذا نقدر نصوم وانا في المرحله الاولى من الحمل يعني لو بروميير تريمس دكتور تقدر تصوم هو اون جينيرال الصيام مع الخلي واعر خاصه لو ثالثيم تريمس لو بروميير تريمس ولا كنتي مليحه ما عندكش بزاف يعني هذاك الغثيان ولي سين سيمباتيك اكزاجيري يعني هذاك القيا بزاف وكلش تقدري تصومي داكور غير ولا كي كنتي صايمه مثلا درتي ايبوغليسيمي طحلك السكر طحلك السكر يعني. دختي تما كسري رمضان تقدري عندك الحق تفطري تروح للطبيب اذا قالها تصوم تصوم فوالا الطبيب تاعك انا نشوف مي مالات قبل ما يدخل ان شاء الله سيدنا رمضان الصحه ولهنا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بالمناسبه نقول لكم ان شاء الله رمضان كريم لازم تجينا في رمضان بيان سور نجي نعم نجي قلت لك دونك جوست افون رمضان نشوفوهم ولا كان ما عندهاش سكر مرض السكر بمرض السكر ما يقدروش يصوموا ولا ما كانش عندها السكر ولا ما كان عندها حتى مرض كرونيك يعني اللي لازم تشرب الدواء في النهار تقدري تصومي قلت لك ولا ما كانش عندك لي سين بزاف تتقياي نعم ما تكونش عندك لي سين دو ديزيدراتاسيون وشنو لو كونساي اللي نمد لكم لازم تسحروا دوك ان شاء الله في رمضان ندير لكم حصص اكيد على الصيام اكيد وعلا. شكرا على هذا الالتزام يعني معنا يلا نزيدوا نشوفوا سؤال اخر خيرنا من بين التعليقات حقيقة كاين تفاعل جميل مع الفقرات
يلا انا ثاني عندي 15 اجهاض. نعم دكتور 15 اجهاض كلهم توقف للحمل في الشهر الثاني، واليومنا هذا ما عنديش اطفال وما لقيتش حل، مع انه عملت كل التحاليل ولا يوجد اي سبب يعني محدد. 15 اجهاض بزاف دكتور. واش نقول لك مادام ربي معك ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي بروشان غروسيس ان شاء الله تكوني صغيره، مانيش عارفه لاش تاعك يعني غير ما تكون. ولا حبيتوا نواجبكم لنعاونكم، شو ديسپونيبل عندي لاباج تاعي دكتور زروقي جينيكولوج، رقم الهاتف ايضا نقدر نمده لكم لاحقا دكتور. معليش نكتفي بالصفحه. معليش فوالا الصفحه باش باسكو انا هذه سي تان كا يعني غاتني كوميم 15 اجهاض. 15 اجهاض فوالا دونك راهي مسكينه راهي تكون تروماتيزي. نعم ياك. اكيد الصدمه كبيره اكزاكتومون. وهنايا المراه لانه الامومه حلم كل امراه، ما نكذبوش على روحنا، الامومه هي حلم بحد ذاتها. ايه؟ تصر أليس كذلك؟ ايه؟ تصر المرأة وهذا راح أيضا يخليها عرضة أكثر للإجهاض، أليس كذلك؟ بيان سور بيان سور، باسكو من بعد يولي أن سيركل فيسيو، يعني تولي تالمون تروماتيزي تولي شغل هي تولي نيجاتيف، فهمتيني؟ تولي تخاف، تولي تسبق الخوف، غير تحمل تقول أنا راح يطيح لي. وهاد الحالة يقدر حقيقة يطيح لها لأنه استبقت الأمور، لأنه دخلت في حالة نفسية يعني غير ملائمة، اكتئاب، يقدر يكون هذا هو السبب. يقدر بيان سور باسكو لو ستريس، لو ستريس يدير كل مرض. لو ستريس أنا دائما نوصي لي فام أنسانت سي فغي سي با فاسيل، مي يفو جيري لو ستريس، يفو فوار دي بسيكولوج، يفو فوار دي زيبنوثيرابوت. دوك يعني ماشي كيما كنا زمان، دوكا كاين تطور، يعني دوكا عندنا الله يبارك عندنا دي سونتر ديبنوثيرابي، عندنا تاع اليوغا، عندنا فهمتيني. دونك سي بيان دو سويف الواحد اللي يكون عنده عقده، اللي يكون عنده مشكل يتبع باش ما يطيحش في هذاك لو سيركل الدوامه هذيك تاع لو ستريس، يقعد عايش فيها حياته كاع تروح له، فهمتيني؟ يعني نعم. في انرجي نيجاتيف كما كنت تقولي من قبل. نعم.